العوبة حلوة ما تخافش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. أيها العابتون، هي ليست مجرد لعبة، فالكرة قد تكون فلسفة وثقافة حياتية ومؤشر لنجاح وفشل مجتمعي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس. حلقة النهاردة 884 من ملك وكتابة، والبداية عن فلسفة الكرة وأهميتها. عايز تقول إيه يا باشمهندس؟ المشهد مختلط جدا يا أستاذ إبراهيم. إحنا عايشين في لحظة فيها منتخبنا ومؤشرات نجاح وفشل قبل الذهاب وترجمات لهذا الأمر. إذن أما لما يكون بتدي لك مؤشر فهي ثقافة لم نتعلمها، لأن ما حاولناش إن إحنا نغير شيء عشان نغير هذه المؤشرات. أيوة. لما نشوف إن الكورة في العالم كلها بتدي الانطباعات عن الدولة ولا عن المجتمع، يعني لما تيجي تقول لك الكرة الألمانية تتذكر الألماني الجاد المتجهم، الكرة البرازيلية تتذكر الرجل البرازيلي المرح، الصورة الذهنية عن كل واحدة فيه. بتدي لك الكرة الإنجليزية بتدي لك ثقافة هذا المجتمع. أيوة. عندما يأتي الأمر إلى حالنا تدي لك إيه بقى؟ يهنج يهنج الكمبيوتر، يهنج ما عرفش يشاور عليك. بين الهزل والجد والعبث، بين الصدق والكذب، بين الـ 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 الإخلاص والخيانة، خيانة الأمانة في العمل. وبعدين تبص تلاقي عايزين نعتبر النهارده ذكرى 1 فبراير. يعني بتدي لك برضه مؤشرات لازم تكون اتعلمت منها حاجه. لا نتعلم يا استاذ ابراهيم. النهارده يوم مهم جدا وذكرى غاليه على الكل، رحمه الله على شهداء الاهلي الابرار. حلقه النهارده هذه ابرز العناوين. المنتخب فاتورة باهظة لن يدفعها أحد. الكيان ضد المنطق. معونة الشتاء قضايا وتساؤلات. وأخيرا إمام والرقم المهم. دي عناوين حلقة النهاردة، لكن في البداية خلينا نترحم جميعا على أرواح شهداء الأهلي في حادثة استاد بورسعيد الذين لقوا وجه ربهم في هذا الحادث في 1 فبراير 2013، الذكرى الأليمة المؤلمة. النهاردة الكابتن محمود الخطيب زار النصب التذكاري لشهداء الأهلي في النادي، هو أعضاء مجلس الإدارة والدكتور سعد شلبي، ووضع الكابتن الخطيب باقة الورود على هذا النصب التذكاري، وقرأوا الفاتحة مع عدد من أسر الشهداء اللي حضروا ترحما على أرواح هؤلاء الأبرار. لا يمكن ننساهم، ولا يمكن أن يأتي هذه الذكرى دون أن نأخذ منها الدروس والعبر. نأخذ منها عنوان الإخلاص والتفاني، عنوان التضحية، عنوان إيثار الأهلي وترجمة حب الأهلي، وكيف كان حب الأهلي هو يعني وقود الصبر عند أسر هؤلاء الشهداء. يعني الواحد كان في تجارب خاصة في هذا الأمر. يعني أيوة. بما أننا نتذكر يعني نتذكر الوزير الراحل العمري فاروق عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، عندما تولى الوزارة الله يرحمه، أنا أذكر أنه كان تواصل معك كمنسق مع أسر الشهداء. كان معني جدا بالقضية، عشان كده أنا أتذكره. وكان القدر يعني قرر أن يربط هذا الاهتمام وترجمه إلى ذكرى يعني مرتبطة جدا. عندما كان وزير فوجئت باتصال تليفوني منه، وكان بعض أسر الشهداء
كلموني في بعض القضايا اللي مضايقاهم، في تأخر في الإجراءات، في بعض الوعود ما تمتش بشكل سريع، مشاكل عند البعض. ففوجئت كباتن الفرق الرياضية، ولاد وبنات في النادي واللاعبات، الحقيقة يعني إحياء طيب للذكرى إنه الكل يساهم في زيارة هذا النصب والترحم بباقات الورود عليهم. هو مش نصب تذكاري وذكرى فقط، هو مصدر للإلهام. يعني هؤلاء الرياضيين اللي هم يعني عينات من الرياضيين مؤكد بيتشبعوا بهذه الروح، روح الارتباط بالنادي الأهلي، ويدركوا إن النادي الأهلي ووفاؤه وتمسكه بالحفاظ على قيمة هؤلاء الشهداء وعدم نسيانهم وتذكرهم بشكل مستمر. كل دي أنا لسه بقول لك إيه، ما ده العنوان اللي خطر لي على بال، لأن في ربط بين الأحداث. أيوه، الرياضة ما بقتش، والكرة ما بقتش مجرد لعبة، هي أيوه. ثقافة حياة. أيوه. يعني دي أما يتقال النادي الأهلي يتبادر إلى ذهنك كل المعاني دي. الوفاء والصرامة والجدية، وكيف المبدأ يسبق النتائج، وكيف يتعامل الأهلي مع القضايا الكبرى، وكيف يتعامل مع قضايا الوطن، وكيف يتعامل مع أبنائه، وعارف الحدود، مين اللي يكرم ومين اللي تنفض إيدك منه مش محتاجه جنبك. ثقافة يا أستاذ إبراهيم. أنا في ناس كتير جدا بتقابلني من الأهلوية يقول لك إحنا بنحاول نستلهم أسلوب الأهلي وثقافة إدارة الأهلي ومعانيه اللي عبر تاريخه بنربي ولادنا بالشكل ده. والله إن أنا جد هذا ليس مجال للتفاخر. صحيح، ما هي الأهلي فكرة ملهمة، فهي ليست مجرد لعبة. صحيح، والرياضة بشكل عام وكرة القدم بالخصوص. ليه؟ لأنها ترمومتر مزاج الشعوب. هي الأكثر تأثيرا بين كل الرياضات على المزاج العام. هو لما بيكون في لحظة نجاح بتجد الشعب كله قادر يتغلب على مشاكله، قادر يتغلب على ظروفه، وبينطلق في سعادة، ويبقى في نوع من الطاقة الإيجابية في كل بيت، مع يعني بتتزامن مع أحداث النجاح والاحتفالات به. ليست مجرد لعبة يا أستاذ إبراهيم، واللي فاكرين لعبة دول ناس غلطانين. طب عشان كده لما بنقول اهتموا بالكرة القدم مدرسة، عشان كده لما نيجي نقول لك إيه، أنت زعلان أوي أو مش زعلان، الناس اللي فاهمة إن إحنا عايشين مفاجأة للمنتخب. شوفوا في 2019 إيه اللي حصل، والدولة مكرسة نفسها ومتكبدة كل وضع، كل الإمكانيات لنجاح منتخبنا، يجي على أرضه يحدث الإخفاق. ليه؟ لأن لما يحدث إن اللعيب يخطئ ويتاخد ضده قرار تربوي، فتبص تلاقي العابثون يحتالوا على القرار، ويقول لك اللعيبة واجتمعت وطلبت إن ياخد فرصة تانية. هذه بداية لتغليب الشخصنة، النظرة نحو انت لو جاد في دروس القيم الرياضية، كان ينبغي تتمسك مهما كان حجم اللعيب ومهما كان حجم اللي توسط له. وانا كنت اتصور ان اذا فرض شيء على إدارة الفريق او على اتحاد الكرة نفسه ان يقدم استقالته. محدش فرض عليهم حاجة، هم اللي فرضوا هذه الفوضى علينا كلنا. فكانت النتيجة أول مباراة خرجنا منها. لما تيجي تشوف استفدنا إيه، دي رحنا كأس العالم اللي إحنا مستنينه يا أستاذ إبراهيم. أما أقول لك ثقافة شعوب وثقافة حياة، تسمع عن الفوضى وإزاي الناس كانت داخلة خارجة في أوضة اللعيبة بتتساوى مع الإعلانات وتتساوى مع اللقاءات وبتدفع فلوس، ويقال هذا كلام، واللي خد ملابس واللي خد مش عارف ايه، ولا احد يحاسب احد. يا استاذ ابراهيم لم نستفد حتى من الهزائم ان احنا نصحح مسارات، وان احنا نرسي مبدا الثواب والعقاب عشان اجيالنا القادمه ولادنا يعرفوا عندما تجيد تثاب، عندما تخطئ تجازى، للتقويم مش للتعذيب او لمجرد التشفي.
محدش بيستفيد حاجة، فيتكرر الفشل. انت رايح بكل مع يعني كل المؤشرات بتقول احنا ازاي بنرسم صورة ذهنية ان احنا عندنا وسعة الجد هنعمل منين؟ منين جد؟ انت رحت ما كسبتش ماتش، اربع تعادلات في الاربع لقاءات يا استاذ ابراهيم. ونعود الان سيتم دفن الموضوع برضو. طيب، شهداء بورسعيد النهارده في مثل هذا اليوم من العام الماضي كان واحد من المترحمين عليهم الاستاذ عمرو فاروق، فتشاء الاقدار ان يرحل مع ذكرى راحلهم. الحقيقه رحيل الاستاذ عمرو فاروق خساره فادحه للنادي الاهلي وسايب فراغ وللاداره الرياضيه في مصر، سايب فراغ انه قد ايه هذا الرجل كان فعلا يملا هذا الفراغ، كان فعلا صاحب حضور قوي جدا على المستوى الاداري والرياضي. انما زي ما بيقولوا انما الصبر عند الصدمه الاولى. دكتور خالد العمري شقيق الاستاذ العمري فاروق وهو على القبر اثناء الدفن ابكى الجميع بثباته وايمانه وتقواه ودعائه. هفكركم بهذا الدعاء من الدكتور خالد على لحظة الدفن، لأنه كمان مرتبط بحاجة تانية مهمة. اللهم إني داعي فأمنه، اللهم تغمده بواسع رحمتك، اللهم يمن كتابه، حول حساب، ولين ترابه، وأكرم مثواه، واجعل الجنة مستقرها ومأواه، نور مرقده يا رب العالمين، عبر مشهده يا أكرم الأكرمين، اللهم يمن كتابه، حول حسابه، لين ترابه، أكرم مثواه، اجعل الجنة مستقرها ومأواه، نور مرقده، عبر مشهده، طيب مضجعه، نفس قربته، آنس وحشته، حسن جوابه، انزل عليه الضياء والنور والسكينة والفرحة والبهجة والطمأنينة والفسحة والسعادة والسرور. اللهم حط عنه ثقل الأوزار، اللهم انزله منازل من قاموا لك بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم احشره خلف رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده. اللهم ارحم ضعفه، اللهم اجبر كسره، اللهم افرغ عليه الرحمات، وانزل على قبره الرحمات، اللهم انزل على قبره الرحمات، اللهم ثبته عند السؤال على قول لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، وان دينه الاسلام يا رب العالمين. اللهم افرش له من الجنه، اللهم افتح له باب الجنه، اللهم جافي الارض عن جنبيه، ارحمه اذا حمل على الاعناق، والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، ارحمه اذا اكل منه الدود ونخر منه العود يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اطعمه من ثمار الجنان ما لذ وطاب، اطعمه من ثمار الجنان ما لذ وطاب، اطعمه من ثمار الجنان ما لذ وطاب. اللهم ان عبدك العمري نزل بك وانت خير منزول به، فاكرم نزله يا رب العالمين، واحسن ووسع مدخله يا رب العالمين، مد له مد البصر، جافي الارض عن جنبيه يا رب العالمين. آمين. اللهم يا رب اكرمه، اللهم استره فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه، اجعل اخر ايامه يوم، اجعل اخر ايامه يا رب، اجعل خير ايامه خير لياليه يا رب العالمين. آمين. اجعل هذه الليله خير لياليه يا رب العالمين، انعم عليه بالنظر الى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب امنه يوم الفزع الاكبر، اللهم امنه يوم القيام، امنه يوم الفزع الاكبر يا رب العالمين، احشره خلف رسولك الكريم مع الصحابه والصديقين والشهداء. يعني طبعا هي فرصه نؤمن على كل هذا الدعاء وندعو له، يستحق كل هذا الامر واكثر. حرفيا مات ويؤدي للرمق الاخير رسالات ومسؤوليه تجاه النادي الاهلي. اخر صوره شافتها عينيه النادي، المكتب التنفيذي، داخل على المكتب التنفيذي وخرج من النادي الاهلي ولم يرى شيئا بعده. يعني كل المخلصين اللي بيحبوا النادي الاهلي ويعملوا في النادي الاهلي يتمنوا هذا. يعني ربنا يرحمه، لان هو يعني تم، هي لحظه ستخلد مشواره مع النادي الاهلي اكثر من اي مناصب. انت كنت بتقول لي وهو وزير لما اهتم بقضيه اسر الشهداء، قال لي علي من فضلك اي شيء هم عايزينه، وعايزين نريحهم
واللي له حق بس جمع لي الدنيا وخلي مجموعة منهم تجي لي ونروح ونقعد ونشوف نعمل ايه. وفعلا اختاروا منهم مجموعة وروحنا قابلناه وحل كل المشاكل المتعلقة بيهم وكانت مضايقاهم بإحساسه ان النادي تستحق اي مجهود يبذل من اجل التخفيف عنهم وتكريم ابنائهم. يرتبط ويتزامن الذكرى بتاعته مع ذكراهم امر يعني مدهش جدا. وربنا يرحم الجميع ولا هننساهم ولا هننساك يا عمري، وربنا يعني يجعل مثواكم جميعا الجنه. ده في النهارده تويته او حاجه كده عاملها بوست للدكتور خالد العمري، يا ريت تقراه لنا. ده الدكتور خالد العمري يا جماعه اللي انتم لسه شايفينه بيدعي، النهارده كتب تويته يا ريت بس هقراها لكم، لانه قد ايه فعلا الراجل متاثر جدا جدا باللي حصل. وشوفوا ازاي شاف العمري في المنام. قال بالظبط الاستاذ الدكتور خالد العمري، بيقول لك زارني في الامس اخي العمري في المنام ما شاء الله، ودار بيني وبينه هذا الحوار. ده الدكتور خالد العمري. فخالد بيقول له عامل ايه يا عمري؟ العمري قال له انا كويس. فخالد قال له قابلت حد من الناس اللي نعرفها؟ العمري قال له الموقف هنا مهيب والمشهد مختلف. فخالد قال له يعني عندنا احسن ولا عندك؟ العمري قال له يا خالد ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال الدكتور خالد صحيت من النوم بعديها. قد الف رحمه ونور على روحه الطيبه الطاهره. قد يكون هذا حلم وقد يكون هذا حلم تمناه دكتور خالد، وقد يكون قصه يريد يعني ان يلخص بها مشهد فتجد فيها رب، وكانه يصور ان العمري في الجنه مع الشهداء. قال له شفت حد نعرفه؟ قال له المشهد هنا مهيب وما لا عين رأت وكأننا جميعا في الجنة. هي لحظة ارتباط بينه وبين الشهداء، ولحظة يا رب يجعل مثواهم جميعا الجنة ويلحقنا بهم يا رب. أمين يا رب العالمين. الحقيقة يمكن أنت كنت في زيارة عمل في قطر، ما حضرتش مراسم العزاء في مسجد المشير طنطاوي، وأنا كنت هنا في الاستوديو. لكن الحقيقة يا جماعة كل الناس بتتكلم على هذا الحضور الكبير جدا اللي ممكن يكون قياسي في الجنازات اللي في هذا المستوى. الناس كانت واقفة طوابير من بره خالص، ساحات المسجد، مسجد المشير طنطاوي على اتساعها تقريبا محدش عارف يركن. كل الناس يعني مصر كلها جاءت لتودع. أنا شاهدت إرهاص ابن الأهل البار لهذا المشهد، لأني حضرت يوم الخميس صلاة الجنازة عليه. أيوه. وسافرت. أيوه. قبل أن أحضر العزاء. فيعني هو أصلي. طب قولي والنبي مشواره كان إيه؟ في العمل العام، يعني رغم إن نجاحه كراجل يعمل في مجال التعليم، هو أسرته في مجال المدارس والنشر، عنده دار نشر وعنده مدارس، ورغم هذا وعلم. العمل العام سواء في النادي الأهلي أو في الوزارة، طبعا معظم مشواره في النادي الأهلي، تخش مكتبه في البيت أو في البيت قاعد. يعني أنا قلت له ما أقدرش اللي أنت بتعمله، ما أقدرش عليه. الحيطان حمراء والمكتب والجلد احمر يعني عايش الاهلي بعمق، يعني هو في شريان الاهلي. ايوه واخد بالك. عايز اقول لك على حته الخير، لانه الدكتور خالد حكى لي وقعه. قال لي من ضمن الناس المعزيين اللي جم في المسجد، قال لي جاني واحد انا والدكتور هشام اخوه، عرفنا بنفسه رتبه في الشرطه في مصلحه السجون. قال لي جاي قال لنا انا فلان الفلاني، أنا جاي عشان أعزي عشان حاجة واحدة. قال له إيه؟ قال له أنا بقالي سنين في مصلحة السجون.
بصفة دورية الأستاذ العمري بيجيني سرا في المكتب عشان يشوف حالات الغارمات اللي يقدر يدفع لها فلوس. الطبيعة بقى. فبيقول محدش كان يعرف حاجة عنه. فالدكتور خالد بيقول لي أنا نفسي لا أنا ولا هشام كنا نعرف حاجة على كده. يعني حد بيسعى للخير في السر بعد ما مات الراجل اللي كان وسيط في قضايا الغارمات. هو كان شخصية جاي يترحم عليه. كان شخصية مختلفة كده. الصدق الكبير اللي الناس جايه له مسؤولة جدا. طب تذكر أنا وأنت أيام الانتخابات الأولية كابتن الخطيب لما قال لنا بياخد رأينا وإحنا زكيناه أن يختاروا نائبا له. فقال لي أسبابكم اقنعوني بأسبابكم. فاكر قلنا له ده الشخص اللي تقدر تعتمد عليه كابتن كعمل تنفيذي وكبديل في غيابك. لانه ورجل في ظهرك على طول ورجل يتعامل مع الازمات. صحيح ما هوش بتاع كلام. ده بتاع شغل. ايوه صحيح. واعتقد ان الكابتن الخطيب في مرضه قال لي كده. قال لي يا عدلي انا مفتقده جدا جدا جدا. كان مفترض ان في زيارته الاخيره الكابتن الخطيب الدكتور قال له خد راح عشان في عمليه معينه كان هيعملها. ففوجئ لما جه بالموقف ده. حصل تاني يوم ما جه فقال لي يعني انا ما ادركتش حجم اللي كان شايله العمري غير لما لقيت نفسي والعمري مش معايا. لا يمكن ان يترك النادي الاهلي دون وجود العمري. او ان انا يعني لازم هأجل كل خططي. الى هذا المستوى كان يتكئ عليه، كان يستند عليه، كان يثق فيه، كان يترك له الامور بتنسيق. تذكرني علاقته بعلاقه الكابتن صالح بالكابتن حسن حمدي. هو يعني هقول لحضرتك على حاجه. استاذ العامري مع الكابتن الخطيب ترجموا فلسفه دور النائب في النادي الاهلي. لانه انت شفت قد ايه كمال بيه حافظ شايل على الفريق مرتجي. طبعا شفت الكابتن حسن قد ايه شايل على كابتن صالح. شفت الكابتن الخطيب قد ايه شايل على كابتن حسن. هو مش عايزينه شايل عنه. لا شايل معاه. لا برضه يعني توزيع الادوار. توزيع الادوار مهم جدا. طبعا لان رئيس النادي الاهلي غير الناس كلها ما فاهمه ان هو اللي لازم يحكم كل الامور. لازم يكون معاه دولاب عمل يبدا من. ولذلك التقاليد عندنا ايه؟ ان الوكيل هو رئيس المكتب التنفيذي. أيوه. اللائحه بتقول ايه؟ يا الرئيس الوكيل اللي فعال اكتر. ما شفناش رئيس رأس المكتب. رأس المكتب مع انه ده حقه لكنه النائب هو اللي شايل. النائب فده اللي بيخلق كمان الكوادر. ده اللي بيشيل الناس المسؤوليات. ايوه الشراكه بمعناها الحقيقي. رحمه الله على من رحل. و طبعا بنركز مع المرحوم العمري فاروق لانه اخر الراحلين بالنسبه لنا. فيعني دوره ما زال مذكورا ومؤثرا بشكل خاص جدا. وبعدين خلي بالك الملفات الرياضيه في كل الالعاب غير كره القدم تقريبا هو اللي كان مسؤول عنها. ايوه السله كان حاضر فيها بقوه. السله واليد والباسكت والفولي كله. يعني هو كان العون الذي يلجا اليه كمرحله اولى. أيوة. اللي كان يتحل عنده اللي ما كانش يتحل كان يحيله الى المهندس محمود طاهر والمهندس محمد عبد الوهاب. ولا مش محمود طاهر ده؟ ايوه لا 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 هو الحاج محمد عبد الوهاب. هو الحاج محمد عبد الوهاب. يعني شكر الله سعيكم جميعا لان الحقيقه مندوب رئيس الجمهوريه اسامه سيد وزير رئيس الوزراء السيد وزير الدفاع وعدد من الوزراء. الحقيقه الكل كان وعامه الشعب لان انتوا شفتوا مصر كلها. وده المؤشر بقى. مجلس اداره الزمالك، مجلس اداره الاسماعيلي، مجالس ادارات انديه كتيره. الحقيقه الكل كان حاضر. اللجنه الاولمبيه، اتحاد الكوره، كل المجالس الرياضيه جت تعزي رحيل النادي او رحيل ابن النادي الاهلي البار. مفيش حد من المعزين دول تقريبا يا استاذ ابراهيم ما كانلوش موقف. ايوه عمل وتنفيذ مع الاستاذ العمري فاروق رحمه. أيوة. الله عليه. والكل بيواسي الحاج فاروق العمري. ربنا يصبره ويديله الصحه
يعني ألف رحمة ونور على روح العمري فاروق. العمري فاروق مش مجرد اسم اتكتب في تاريخ النادي الأهلي. العمري فاروق هيفضل باستمرار معنى حقيقي للإخلاص، للانضباط، للوفاء، للاحترام، للانتماء، للفهم والوعي والذكاء، للمسؤوليه، لانه الحقيقه قد ايه كان انسان على درجه عاليه من الوعي ومن الفهم ومن الاحترام. راجل فعلا عمره ما صدرت منه العيبه. ما اعتقدش ان حد سمع مره الاستاذ العمري فاروق بيغلط في حد او بتصدر عنه كلمه في حق حد. عشان كده شفتوا مظاهره الحب والتقدير لروح هذا الانسان الغالي ابن الاهلي الكبير. الف رحمه ونور على روحه. النهارده الحقيقه حتى على ذكر التفاعل العربي مع النادي الاهلي وقيمته، زارني الاستاذ جابر نور سلطان. ده راجل ليبي، كلمني صديقك الكبير الاستاذ حاتم زكريا، قال لي في وفد من الصحفيين الليبيين اللي في اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب، اهلاويه جدا وعايزين يجوا يزوروا النادي الاهلي. كان الاستاذ جابر نور سلطان ده المستشار الصحفي للهيئة العامة للصحافة في ليبيا وعضو مجلس النقابة، طبعا شاعر كبير. ده ابنه الدكتور نور الدين، نور الدين جابر راح زار نصب الشهداء، ويمكن اتصور مع أولياء أحد الأمور أو أحد والد أحد الشباب. ده الأستاذ جابر، وقد ايه كان عندهم مع حرم الاستاذ جابر، وهي صحفيه كبيره في ليبيا، الاستاذه زينب شاهين رئيس الهيئه العامه للصحافه في المنطقه الشرقيه ورئيس تحرير مجله البيت. بس عايز اقول لك يا باشمهندس، حجم المتابعه الدقيقه عندهم للنادي الاهلي والقناه الاهلي والملك وكتابه، وكان نفسهم يقابلوك. قلت لهم لا، ده انتوا هنا هو اقرب لنادي الاهلي في الشيخ زايد. فلما تسمع من الناس دي إكبرهم وتقديرهم لقيمة النادي الأهلي وإخلاص النادي الأهلي ووفاء النادي الأهلي، يقول لك إحنا عشان بس ذكرى الشهداء حبينا نزور النصب ونقرأ الفاتحة. طيب شوف، النادي الأهلي موجود في أي مكان تشعر بارتباط الناس بيه. أنت عارف إن أنا وأنا في قطر كمية الناس، أولا العاملين في الفندق اللي كنت نازل فيه من أول مدير عام الفندق الأستاذ عمرو نجيب، أهلاوي عنيف يعني. وطبعا البدايه بنعزيك في الاستاذ العمري فاروق في الشارع اللي يتعرف عليك استاذ عدلي، بنعزيك في الاستاذ عمري فاروق. لم اقابل احد لم يقدم لي العزاء، حتى اخواننا في قطر اللي تسنى لي ان انا اقابلهم نفس الشيء. نفس الشيء، كله يبدا بانه يعزيني في الأستاذ العمري فاروق. يدركون حجم الفقدان اللي عندنا. عبد الوهاب توفيق جه من السعودية مخصوص عشان يعزي. ربما تكون هذه هي الجائزة الكبرى التي يلقاها كل مخلص ومحب للنادي الأهلي في لحظة غيابه عن الحياة، إذا تذكره الناس بهذا الشكل. رحمة الله على الأستاذ العمري فاروق، على شهداء الأهلي من جماهيره المخلصة في ذكراهم. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الأهلي، تخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. يمكن نادي الاتحاد السكندري اهتم جمهوره على بالتحديد بنعي الأستاذ العمري فاروق، وتذكروا له موقف انه السنه اللي فاتت مباراه الاهلي والاتحاد اللي كانت هنا في القاهره، ووقتها المدرج وقع واصيب بعض المشجعين من نادي الاتحاد. قال لك الحقيقه الاستاذ العمري فاروق هو اللي نقل المصابين للمستشفى، وفضل مع جمهور الاتحاد لغايه الصبح يطمئن عليهم في المستشفى لغايه لما غادروا. النهارده تجددت المواجهه بين الاهلي والاتحاد في مباراه قويه جدا ايضا في كره السله. يمكن الاتحاد اتقدم في الفترة الأولى، الأهلي عمل ريمونتادا قوية جدا عشان يكسب المباراة 84-78. بدأت بالفترة الأولى
فاز الاتحاد او كان متقدم 31-23 تمكن الاهلي في الفتره الثانيه انه يعدل النتيجه ويرجع يفوز 45-42، والفتره الثالثه انتهت 65-62 وعزز واكد الفوز في النهايه 84-78. الاتحاد بيتصدر الدوري ب 11 نقطه، الاهلي اقل منه نقطه واقل منه مباراه، يعني الاهلي عنده مباراه مؤجله مع الجزيره لسه ما تحددش ميعادها. المباراه التاليه هتبقى يوم الاحد ان شاء الله، الاهلي مع سموحه في صاله الامير عبد الله الفيصل 6 مساء الاحد ان شاء الله. كره السله بدات الموسم مش في اقوى حاله. ولكن تصاعد الاداء، نقدر نقول الاهلي عاد الى النغمه الصحيحه. السيناريو دائما يبدا وكانه يعني مش داخل بسرعته الكامله او فورمته الكامله، ثم يسترد السياده ويحسم في نهايه المباراه. معظم ماتشاته ماشيه بالوتيره دي. فريق كره السله اصبح فريق ممتع يتابعه الجماهير وينتظرونه بشغف. أيوة. نجومه أصبحوا نجوم حقيقيين. يقول لك البوب، هو البوب بيبو بتاع الباسكت بقى، واسماعيل سليم الاسطوره. اسمه اوجست بوش. ايه اوجست بوش؟ لا، بتاع الاتحاد السكندري. اسماعيل احمد. اسماعيل احمد في ماتش كان بيلعبوا وكان متخلفين بنقطة، في الثانية الأخيرة جاب ثلاثية كسب المباراة. فالناس 47 سنة اتكلموا على أسطورة كرة السلة عبر التاريخ في الدوري اللبناني. هو وشاوروا عليه. هو عندما تحدث عن مباراة الأهلي والاتحاد ذكر فريق الأهلي بكل خير، وذكر ان ايهاب امين هو افضل لاعب كره سله في الان مصر. في مصر عندك انت مقومات طبعا. البوب الفريق زاخر بالنجوم، سواء خالد الجندي، عمر طارق، كلهم الحقيقه ما شاء الله. ربنا رجع بالسلامه عمرو زهران. الصاعدين يعني تشعر ان في سياسه في النادي الاهلي الدفع سواء في كره اليد او في كل الالعاب أو كرة السلة، في نجوم طالعة بتاخد فرصها. أولاد خيري، طارق خيري، طارق خيري، الاثنين مواهب مذهلة جدا. فأنا يعني أصبحت كرة السلة ممتعة. النهاردة الناس كلها كانت متابعة، وأنا كنت الحقيقة في العربية كل شوية أقلب عايز أطمن وأنا جاي على الاستوديو بنفس الشغف والاهتمام. يا رب تستمر على هذا المنوال. داخلين على بطولات مهمة، أرجو أن احنا يعني نسترد معظم لعبتنا. طبعا عمرو زهران مش هيلحق، لكن صليبة. الباقي بإذن الله يرجعوا كله. طيب النهاردة كمان رجع الأهلي للتدريب، فريق الأول لكرة القدم في النادي رجع النهاردة بعد الأجازة اللي كان مستر مارسيل كولر منحها للعيبه. الاجازه لسه ممتده لمده اسبوع للاعبين الدوليين اللي رجعوا مع المنتخب الوطني، لكن بقيه اللاعبين بداوا اليوم من مران. ايه اخبارهم ومين اللي رجع من الاصابه والصوره العامه في مران ملعب التتش؟ معنا من هناك الزميل فاروق صلاح عشان يطلعنا على كل التفاصيل. فاروق مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. برحب بك يا استاذ ابراهيم، وبرحب بالباشمهندس عادل القيعي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. واسمح لي في البدايه يا استاذ ابراهيم يعني اتوجه بخالص العزاء للكابتن خالد ديبو في وفاه والده زوجته، اسكنها الله فسيح جنته ولهم الصبر والسلوان. البقاء لله، تعازينا للكابتن خالد. اتفضل يا فاروق. التمرين النهارده الكابتن خالد انا شايفه كان موجود الصبح النهارده، هل كان موجود ومشي ولا؟ هو كان موجود في النادي وتلقى خبر الوفاه، وتوجه خبر طبعاً اخير يعني. كمل. تلقى
تلقى خبر الوفاة وتوجه طبعا لمراسم الجنازة وتغيب النهاردة عن التدريب. زي ما حضرتك قلت في الأستاذ إبراهيم، يعني المستر مارسيل كولر منح اللعيبة الدوليين أجازة لمدة أسبوع، لكن النهاردة التحق بالتمرين وشارك في المرون الجماعي بالكامل علي معلول بعد مشاركته مع منتخب تونس. يعني ده كان احد اللعيبه الدوليين اللي ده مران النهارده. اللقطات دي يا جماعه من المران بتاع النهارده، اتفضل. بالظبط كمران اليوم علي معلول شارك النهارده في المران، استقبله مستر مارسيل كولر والجهاز الفني والكابتن سامي، الجميع استقبل علي معلول. خلاص يعني قفل وطوى صفحه المنتخب التونسي وخلاص التركيز مع النادي الاهلي للمرحله القادمه. ايضا النهارده التحق ايضا بتدريب النادي الاهلي كريم الدبيس وحمزه علاء اللي كانوا يعني متواجدين مع المنتخب الاولمبي في المعسكر اللي اقيم بالامارات. النهارده تقدر تقول يا استاذ ابراهيم يعني عاد من الاصابه النهارده وشارك في المران الجماعي، ودي من الاخبار المميزه يعني او الاخبار الهامه لجماهير النادي الاهلي، عوده كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح من اللعيبه اللي كانوا مصابين خلال الفتره الماضيه، النهارده بيشاركوا في المران الجماعي بالكامل. طبعا استمرار اللعيبه الناشئين اللي كانت موجوده معانا خلال المعسكر الفريق في الامارات النهارده بيكونوا موجودين في التدريب، خلاص اكتسبوا الثقه منهم اللعيبه طبعا اللي تم قيدها في القائمه الافريقيه، شايفهم النهارده في التدريب بمعنويات مرتفعه جدا. مستر كولر بيتكلم معاهم مديهم حوافز، بينبه اللعيبه انت مش خلاص، انت فتره التقييم والاختبار انتهت، انت موجود دلوقتي كلاعب جوه النادي الاهلي، تركيزك بينصب خلال الفتره القادمه انك تكون موجود في القائمه الافريقيه، انت معرض ان انا اقدر احتاجك في اي وقت من الاوقات. وبالتالي تهيئه مستر كولر للاعبين، التعامل النفسي اللي بيتعامل بيه مع اللاعبين، التعامل النفسي ايضا ودور كبير لكباتن النادي الاهلي في التعامل مع هؤلاء اللاعبين مسهل الامور. بنشوفهم النهارده في التدريب، طبعا التدريب ابتدى بمحاضره مستر كولر مع اللاعبين في جزئيه الناشئين. يا فاروق عندك اسماء الناشئين اللي تم اضافتهم للقائمه الافريقيه؟ اعتقد 6 ناشئين يا استاذ ابراهيم. يعني خليني اقول لك ان طبعا حازم جمال ده حارس مواليد 2005، ده من اللعيبه اللي تم اضافتها الى جانب ابراهيم عبد الحكيم قلب دفاع، وخليني برضه اقول لحضرتك اللاعب بالمواليد بتاعته ومركزه في الملعب، ابراهيم عبد الحكيم ده قلب دفاع فريق شباب النادي الاهلي مواليد 2003، يوسف سيد عبد الحفيظ لاعب خط وسط بيلعب مركز 6 ومركز 8، وايضا اوائل بيلعب باك رايت ده لاعب النادي الاهلي مواليد 2005، مصطفى ابو الخير مواليد 2004 بيلعب في مركز قلب خط الوسط في مركز 6 ومركز 8، عندنا اسلام عبد الله ده لاعب بيلعب ده مواليد 2003 بيلعب في مركز الظهير الايسر وبيلعب في مركز قلب الدفاع. تقدر تقول دي مجموعه اللعيبه، ايضا اللاعب محمد عبد الله ده جناح بيلعب جناح هجوم ايمن وايسر وبيلعب في مركز صانع اللعب بمركز 10، ده لاعب مواليد 2005 معتز. دي مجموعه اللعيبه اللي تم اضافتها في القائمه معتز طبعًا. متسجل من قبل كده مش كده؟ معتز ومحمد زعلوك كانوا مضافين قبل كده طبعا، مسجلين وزعلوك خرج ومعتز موجود في القائمه. بالظبط ومعتز محمد هو لاعب موجود في القائمه مسجل من قبل طبعا بالاضافه الى قيد وسام ابو علي، وكانت يعني هؤلاء هم السبع لعيبه اللي تم اضافتهم مؤخرا في قائمه النادي الاهلي الافريقيه. وكان في حارس مرمى برضه مخلوف، ما هو مصطفى مخلوف متسجل. انا عايز اقول يعني حجم الناشئين دلوقتي 8 او 9 لعيبه أيوه. في الفريق متسجلين في القائمه الافريقيه أيوه. وهذه سابقه لم تحدث أيوه. انا عايز اقول للولاد دول يا استاذ ابراهيم قبل ما اكمل هذه محطه انطلاق وليست محطه وصول يعني ما تعتبرش انك وصلتوا الفريق الاول، لا تعتبر انك انا الاوان ان تنطلقوا من الفريق الاول. ليه؟ لان بتاخد وقت مرحله النضج. شوف كوكا ثبت نفسه بعد 3 سنين أيوه. محمد عبد المنعم 4 سنين أيوه. وهكذا يعني مصطفى شوبير شوفوا وحمزه أيوه. كم سنه ال 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 الناشئ يعني لازم يعتبر ان دي محطه انطلاق وليست وصول. اتفضل يا فاروق. دي نقطة في غاية الأهمية يا باشمهندس، طبعا حضرتك القيمة والقامة بالنسبة لنا أعتقد دي نصيحة مهمة جدا لكل اللاعبين، أنت خلاص أنت في مرحلة البداية مش مرحلة الوصول، وده أمر مستر كولر بيتكلم مع اللعيبة بكده، إن دايما يعني كلامه سواء جلساته مع اللعيبة قبل المعسكر، مستر كولر ما بيتكلمش كتير مع اللعيبة لكن بيدي يعني نصايح للعيبة، يعني من كلامه للعيبة أنا عايزك تغلط وأنا هصحح لك،
عايزك تلعب بدون ضغوط، مش عايز يبقى عليك ضغوط، العب كانك بتلعب في الناشئين، انتوا لسه بتعملوا لنفسكم بدايات، عايز الانطباع بتاعكم يفضل ان في لعيبه منكم هتبقى محطوطه تحت العين ان انا اقدر استعين بيها في اي وقت، وبالتالي الدوافع عند اللعيبه، خصوصا ان في امور جوه النادي الاهلي، عقليات اللعيبه في التعامل مع هذه الامور، الى جانب النصايح يعني في دروس تقدر تقول كل يوم، اللعيبه الكبار بتدي نصايح في الملعب، بتدي نصايح بره الملعب، اعتقد في مشاهد احنا بنشوفها في التمرين خارج التمرين ان ده اللي بتدل ان النادي الاهلي جواه موروثات، جوه النادي الاهلي في ثوابت، جوه النادي الاهلي في اسس وفي امور بيتعلمها الناشئ، خلاص انت مش محطه خلاص وصول، انت بالنسبه لك مش خلاص تعطل الفريق الاول. ومن الامور الثانيه برضو اضافه لكلام حضرتك يا باشمهندس، ان مستر كولر في كلامه ايضا والنصايحه للاعبين، اللعيب اللي هينزل في وقت من الاوقات هيلعب مع الفرق الناشئين او الفرقه بتاعته لازم يأدي بنفس الصوره وبنفس الشكل، لان انا هاجي اتفرج عليه هناك. فدي من النقط المهمه جدا، مش معنى ان خلاص اللعيب اتصعد للفريق الاول اداؤه مع فرق قطاع الناشئين، اعتقد الامر ده من الامور اللي يعني مستر كولر مأكد عليها كارلوس، كلامه مع كارلوس انه هيروح يتابع ايضا اللعيبه، وبرده نقطه مهمه ان اللعيبه اللي يعني ما تمش اختيارها في قطاع الناشئين هيروح يتابع تاني، يعني فرصه متاحه امام لاي لعيب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اي لعيب هيقدر يثبت نفسه هيكون موجود يتمرن يتشاف مره واثنين وثلاثه، واعتقد دي فرصه ما بتحصلش كتير جدا زي ما حضرتك قلت يا باشمهندس. طيب وسام ابو علي اخباره ايه؟ وسام خلاص يعني تقدر تقول احنا مش عايزين برضو ان احنا بنقول كلام، مستنيين طبعا حكمنا على اللاعب من خلال المشاركه الرسميه، لكن وسام خلاص يعني وسام دخل في الاجواء بتاعت لعيبه النادي الاهلي خلاص، من يعني التوقيت المعكر بتاع النادي الاهلي في الامارات مع ظروف التعاقد مع وسام ابو علي، اعتقد من اكتر الناس اللي استفادت بالمعسكر كان وسام ابو علي، شوفوا النهارده في التمرين بيظهر بشكل مميز جدا، مستر كولر بيتكلم معاه في بعض الامور الخططيه، بيتكلم فيه معاه في بعض الامور الفنيه التفاصيل، وقف معاه وفي حضور الدكتور خالد الجوادي اداله بعض النصايح بعض الامور اللي بيطلبها وسام، خلاص يعني حتى علاقته مع اللعيبه، بعض الهزار المداعبات اللي بتبقى بينه وبين اللعيبه، اعتقد من الامور اللي مسهله جدا على وسام ابو علي. ايضا يعني من الاخبار المهمه جدا برضو اللي عايز من خلال حضرتك ومن خلال المهندس عادل القيعي ان احنا يعني نقول حاجات من الاخبار المفرحه لجماهير النادي الاهلي، رضا سليم خلاص يعني تقدر تقول خلال كنت لسه هسالك عليه والله بالظبط يا باشمهندس، انا بطمن حضرتك وبطمن كل الجماهير، رضا سليم ان شاء الله هيشارك في المران الجماعي ان شاء الله، تقدر تقول على منتصف الاسبوع يوم الاثنين او الثلاث ان شاء الله يشارك في اجزاء من المران الجماعي، طبعا خلاص انهى مرحله التاهيل الاخيره واصبح يعني خلاص من الناحيه الطبيه جاهز ان شاء الله للمشاركه، هيبدا طبعا ياخد الاجزاء من المران الجماعي منتصف الاسبوع المقبل، ايضا النهارده زي ما قلنا شارك كريم نيدفيتش، شارك خالد عبد الفتاح، النهارده احمد نبيل كوكا بدا في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي بالجري حول الملعب، يبقى برضه في منتصف الاسبوع ياخد اجزاء من المران الجماعي، هذا الامر ايضا بينطبق على احمد عبد القادر، بينطبق على محمود متولي، اللي خليني اجزم لك ان الامور ان هؤلاء اللاعبين ان شاء الله وانت رايح تلاعب شباب بلوزداد هتكون بدون اصابات، عوده اللعيبه دي هتكون موجوده معاك ان شاء الله يوم مباراه شباب بلوزداد، مشاركتهم هياخدوا اجزاء من المران الجماعي قبل طبعا التوجه والسفر الى الجزائر، اللي تقدر تقول يعني ان شاء الله تكون مباراه يعني موفقه لفريق النادي الاهلي مع عوده رضا سليم، مع عوده العناصر، مع عوده اللعيبه الدوليين، اعتقد ان شاء الله تبقى مباراه يعني موفقه لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله نحقق ثلاث نقاط في هذه المواجهه باذن الله، وتكون طبعا يعني واحده من النقاط الفارقه في المشوار الافريقي. التدريبات مستمره يوميا؟ غدا ان شاء الله الفريق هيبدا بقى التمرين التالي، هيبقى ان شاء الله غدا التجمع في تمام الساعه 9 ثم التدريب في تمام الساعه العاشره، يعني معظم الايام اللي جايه هيبقى التدريب صباحي، انت عارف طبعا مع بروده الطقس مع الجو البارد هيبقى التدريب صباحي بالنسبه للاعبين، يبقى غدا ان شاء الله التدريب في تمام الساعه العاشره. مستر كولر دايما في كلامه وفي تاكيداته مع اللاعبين خلاص، حتى يعني في من النقاط المهمه جدا برضو يعني انا استغل وجودي مع حضراتكم، العامل النفسي اللي بيحاول يخرج فيه بعض اللعيبه زي علي معلول، يعني علي معلول عودته بعد المشاركه سواء يعني نقول مشاركه مخيبه للامال شويه بالنسبه للمنتخب التونسي، في دور نفسي مهم جدا
اشتغل عليه المستر كولر الطبيب النفسي في النادي الاهلي دكتور احمد ابو الوفا، ايضا التواصل مع لعيب المنتخب المصري، حاول ان انت تهيئ اللعيبه نفسيا. انت مقبل على مشوار افريقي صعب جدا، انت حامل البطوله، عندك دوافع، عندك اهداف كتير جدا مهم جدا تحقق خلال الفتره القادمه. دي من النقاط المهمه جدا اللي مستر كولر بدا ان هو يشتغل ايضا فيها مع اللاعبين. شفناها النهارده علي معلول نازل التدريب، خلاص صفحه المنتخب التونسي والمشاركه في الامم الافريقيه اتقفلت تماما. تركيز مهم جدا على المرحله المقبله. النقطه اللي اتكلمنا فيها يا باشمهندس من قبل ان مستر كولر بيضرب للعيبه المثل بكاس الامم الافريقيه، ان بنشوف منتخب المغرب بيغادر، منتخب الجزائر، منتخب مصر، منتخب السنغال، فقال دي درس للعيبه. انت القوه الكبرى في القاره الافريقيه، وبتبقى ان انت النادي الاهلي مرشح دائما للبطوله، وبالتالي عايزين نتعلم من الدروس دي. مفيش حاجه اسمها انت مرشح، الاجتهاد داخل ال 90 دقيقه، الاجتهاد داخل المردود بتاعك خلال الملعب، خلال المستطيل الاخضر. عايزين نتعلم من ده. في قوه جديده بتظهر في القاره الافريقيه، في قوه جديده بتظهر على الساحه الافريقيه، بنشوف منتخبات يعني مش هنقول ملهاش تاريخ. كلام مهم جدا جدا جدا، ان احنا وده اللي بقوله، الذكي من يتعامل ويتعلم من التجارب اللي حواليه. القوى الكبرى كلها تقريبا خرجت يعني مصر، السنغال، الجزائر، المغرب، يعني وكل واحد تونس، غانا، بعد نجيب سيرة غانا، الكاميرون، ما يعني ما فيش غير جنوب افريقيا هي اللي مكمله لحد دلوقتي. من وما كانتش من المرشحين يعني في الاول، ما حدش كان حاططها، انما هي سبق لها الفوز وفريق عتيد، ويعني سان داونز، هو سان داونز الفرقه كلها، القوام الاعلى كله من لعيبه سان داونز. طيب فاروق، هل في اي مباراه وديه للفريق خلال الفتره دي؟ هو مباراه بلوزداد اتحددت اعتقد 16 فبراير. هي المباراة بالفعل اتحددت يوم 16 فبراير، لكن حتى الآن يعني مستر كولر ما يعني ما ظهرش أو اتقال إن هيكون في مباراة ودية خلال الفترة القادمة. طبعًا هو ينتظر انضمام اللعيبة الدوليين للتدريبات زي ما حضرتك قلت بعد الراحة الأسبوع اللي منحها للاعبين، ويعني بعد عودة اللعيبة الدوليين يبدأ إنه يفكر من الممكن يكون في مباراة ودية. طبعًا طبيعي إن هو يكون في مباراة ودية بروف أخيرة إن شاء الله طبعًا قبل السفر إلى الجزائر، خصوصًا أنت ما عندكش أي منافسة قبل هذه المباراة، بالتالي من الممكن يكون في مباراة ودية، ولكن حتى الآن لم يتحدد هذا الأمر. النقطة الأهم اللي يعني على نفس سياق المهندس عادل القيعي، إن مستر كولر لما بيقول للعيبة ما بيقولهمش دول قوة كبرى، بيقولهم إن دي منتخبات كان كل منتخب منهم مرشح للبطولة. لما بتقول المغرب كانت مرشحة رقم واحد للبطولة، لما بتقول إن السنغال مرشح رقم واحد للبطولة. إذن لازم نستفيد من التجارب اللي حوالينا، لازم نعرف إن في قوة جديدة بتظهر في القارة الأفريقية، لازم إن إحنا ما ننظرش للتاريخ، لازم ننظر للي جاي، وإن إحنا نجتهد داخل المستطيل الأخضر، نتعلم من التجارب دي ونشوف إيه القصور اللي عند الفرقة دي. فأعتقد يعني تجارب هذه الامور هيكون ليها مردود، ليها انعكاس، ليها كلام كتير جدا. اعتقد لعيبه النادي الاهلي بتاعي هذه الامور، حلمك والدفاع عن القابك بيحتاج اجتهاد، بيحتاج مصابره، بيحتاج يعني بذل 90 دقيقه من اول صفاره الحكم لحد نهايه صفاره الحكم، وده دايما اللي احنا متعودين عليه وعهدنا دايما بلعيبه النادي الاهلي. عمر كمال عبد الواحد تاخر حضوره وظهوره مع الدوليين. عمر هي يعني هيرجع هينضم للتدريبات ان شاء الله مع اللعيبه الدوليين اللي هتكون يوم 6 فبراير ان شاء الله، هيبقى ده اول ظهور لعمر كمال عبد الواحد ان شاء الله على ملعب مختار التتش مع لعيبه النادي الاهلي. ده واحد من اللعيبه طبعا اللي الجميع منتظر انضمامه ويشوفه في تدريبات النادي الاهلي، اعتقد هيكون اضافه قويه جدا. يعني الثلاث الجاي هينتظم كل الدوليين ان شاء الله. بالظبط يوم الثلاث ان شاء الله هينتظم كافه اللعيبه الدوليين للنادي الاهلي خلال التدريبات يوم الثلاث اللي ان شاء الله، وتبقى تبدا بقى من خلالها التحضير النهائي طبعا لمباراه شباب بلوزداد بالجزائر. فاروق احنا بنشكرك شكرا جزيلا. كل الشكر ليك يا استاذ ابراهيم، وطبعا كل الشكر للمهندس عادل القيعي، ونتمنى دايما ان احنا من خلال حضراتكم من خلال قناه النادي الاهلي ان احنا بنحط الجمهور في الصوره، بنحاول نقول لهم المشهد بكل مصداقيه، دايما ده اللي متعودين عليه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا فاروق صلاح، شبعتنا. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح،
منفذ قناة الأهلي الملعب مختار التتش، وأعتقد كلام كويس كمان عن قرب عودة المصابين. هو ده أهم حاجة. يعني أنت جبت منها خدت نفس هادي، الناقيين العائدين من الإصابة، مفيش استعجال، اللعيبة الجدد يعني زي وسام وزي مودست يكمل برضو تأهيل نفسه وتجهيز نفسه. الفترة دي غير اللي قبل كده، يعني طبعا فترة للإعداد البدني كويسة. هما تقريبا ما خدش إعداد، جاي على الملعب، يعني عايزين نشوف بقى دي عملت معاه ايه. اللعبة الناشئين واندماجها فرصة كانت هايلة جدا، اعتقد ان مستر كولر استفاد منها كويس جدا. حتى على صعيد العلاقه بينه وبين اللعيبه، انت لما تكلم اللعيبه وتفهم نفسيتهم وتاخد بايدهم وتنصحهم او تديهم المفتاح للتعامل المستقبلي، يقدروا بوعي لو عندهم الشخصيه السليمه بقى والرغبه في التطور انهم يفهموا ايه هم داخلين على ايه. دي نقطه مهمه جدا جدا. وانا بقول لك الراجل ده عنده يعني مؤشرات او اهتمام بالجانب النفسي، وعنده بيسال ناس، يعني اما بيقعد مع اللعيبه او عايز يقعد مع بيسال ناس وبياخد اسئله معينه يسال بيها اللي قدامه عشان يقدر يتواصل ويكون فكره من خلال الردود هيقدر مدى الاستجابه ومدى التطور المحتمل. فكل ده الاجواء اللي فاتت دي كانت مهمه جدا. فتره الراحه اللي منحها وخصوصا اللعيبه الدوليين برضو مهمه، لان هم جايين لازم يرجعوا بقى يتخلصوا من كل الاثار سواء السلبيه، الارهاق البدني او النفسي او الهدف نفسه يكون اتقفل عشان يخش على اهداف جديده مع النادي الاهلي. وهيرجع اللاعب الدولي يجد منافسه قويه جدا جدا مع لعيبه فريش رجلها في الملعب بقى. واعتقد ان حتى الماتشين اللي لعبوا النادي الاهلي هم ماتشات متوسطه المستوى، لا فوق المتوسط كمان. ممكن يكون برضو حط ايده على اسلوب اللعب مع الفرق اللي زي كده، يعني كانت تجربه كويسه. يعني اللي يلفت نظرك تالق واحد زي كريستو في الماتشات دي يطمنك. هذا لاعب واعد وقابل للتطور ويمكن الاعتماد عليه. فكل دي كانت حاجات تخليك تستنى بقى بشغف واهتمام شكل الفريق بعد ما ايه العوده باذن الله، لان العوده هتبقى مضغوطه عايزه تركيز ولا ثانيه يشحب تركيزك او تهمد بدنيا ولا ثانيه، عندكش هذا الطرف خالص. طبعا العودة هتكون من خلال المباراة الأفريقية للأهلي مع شباب الوزداد في الجزائر في دوري الأبطال، لكن كمان هينتظر جدول الدوري الجديد. جدول الدوري الكابتن عامر حسين بيعكف على وضعه وإعلانه عقب نهاية بطولة الأمم الأفريقية. ناس كتيرة طلبت ليه ما يرجعش الدوري دلوقتي ما دام المنتخب خرج ولعب ورجعنا. طبعا ما ينفعش لسببين. السبب الأولاني إن أنت عندك بطولة شغالة بتاعة كأس الرابطة، فالفرق مرتبطة بيها. الحاجة التانية إن الأندية ليها لعيبة موجودة في كأس الأمم لسه مكملة، وبالتالي دي فترة دولية ما تقدرش الأندية تستغني الأجانب. يعني لا الاتحاد يستغني عن مابولولو، ولا كمان النادي الأهلي عنده أليو ديانج وعنده بيرسيتاو، وهكذا في بقية الفرق. فما كانش أبدا ينفع إن الدوري يرجع دلوقتي، لكن مع وضع الجدول ما نتمناه إنه الدوري الجدول لما هيتحط وهيعلنه الكابتن عامر حسين يراعي انه الاهلي لما تاجلت له الماتشات كان بيلعب ماتشات، يعني انت اجلت له مباريات في الدوري لان كان عنده ارتباطات سواء في الدوري الافريقي او في دوري الابطال او في كاس العالم وهكذا. القاعده اللي اتحطت ان انت في المباريات الداخليه الافريقيه ماتشين يومين وتلعب في الثالث، والماتشات الخارجيه ثلاث ايام وتلعب في الرابع، طبعا هتتنفذ على الكل، بالذات اللي عندهم مشاركات خارجيه الاهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز. انما الحقيقه الاهلي عنده العدد الاكبر من المؤجلات، ارجو ان يراعى ده.
ان انت في النهايه عندك عدد كبير من الماتشات كنت مرتبط خلالها بمباريات رسميه، خاصه انا متوقع خريطه القوى الكرويه هتبقى مختلفه عن الدور الاول خالص. فرق كتير دعمت وغيرت من نسيجها وقائمتها، في مقدمتهم طبعا الزمالك اللي استطاع انه يعالج مشاكل ما حدش كان يتخيل ان تعالج في الفتره دي ماديا واداريا. والفرق اللي يعني النهارده احنا شفنا مروان اسمه مروان حمدي بيروح بيراميد وينسجم ويسجل في اول ماتش مع بيراميد. صلاح محسن يروح المصري يوم يسجل النهارده في بيراميد. القوه مختلفه وكل المؤشرات تقول لك مين ينجح مع مين ومين اللي هيستفيد من هذه العمليه الانتقاليه. يعني الاهلي في اضيق الحدود دعم نفسه. طبعا المفاجاه اللي ما كانش حد يتوقعها ولا يتمناها ولا يتخيلها، واحنا عندنا كله ضرب ما فيش شتيمه في الاصابات. الاصابه اللي بتيجي بتقعد، يعني مش ممكن ان اصابه الشناوي تبقى على هذا القدر. احنا شفنا المنتخب ازاي تاثر باصابه الشناوي وامام عاشور. يعني وطبعا كابتن محمد صلاح ثلاث اصابات مؤثره جدا. يعني بتدي جزء من العذر في المباراه امام الكونغو، لكن مش كل عذر لان انت منتخب المفروض ان عندك البدائل اللي تسد لك هذه الفراغات، لكن للاسف كانت عمليه الاختيار من الاول يشوبها الملاحظات. وهنا بيحضرني اعتذار قدمه اتحاد الكره في بادره يا سيدي هنعتبرها بدايه يا رب تكون جاده نبني عليها. نتمنى عشان نشوف ده هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف هيتبني عليها ولا لا. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. كاس الامم الافريقيه الحقيقه يعني عكست كل التوقعات، عشان كده كانت هذه النسخه من الكان ضد المنطق. الكان ضد المنطق يا باشمهندس، انت رايك ايه؟ هو ضد المنطق طبعا. بس ده بيوحي لي بعنوان يعني طريف جدا. من سياق الخروج والتلسين من المدربين على بعض. نقدر نحط عنوان يلمهم كلهم، من شاف بلاوي الناس هانت عليه بلوته. كل واحد فرح في غيره اشرب. فاللي خرج في الاول وكان فاكر ان عنده كارثه وهيتسحل فيها لما الناس شافت ده انت عندك كل القوى الكبرى المرشحه خرجت تباعا. يعني انت متخيل انه الابطال اللي ودعوا اللي سبق ليهم، يعني مصر عندها 7 ألقاب في كاس الامم خرجت، الكاميرون ب5 ألقاب خرجت، غانا عندها 4 ألقاب خرجت من الراوند الاولاني، الجزائر بطولتين وخرجت، تونس والسنغال وزامبيا كل واحد عندها لقب وخرج، السنغال حامل اللقب. ليه انا بقول لكم ضد المنطق يا جماعه؟ السنغال افضل نتائج في الراوند الاولاني، علامه كامله. وقلنا المختلف. اوعى وشك. والمغرب نفس الشيء. لا السنغال تحديدا ليه؟ لانه تقوم قابله كوت ديفوار. كوت ديفوار الافيال دخلت من ديل الملحق. يعني اخر فريق صعد في ملحق التوالد استفاد من الفرصه الاخيره كانت الكوت ديفوار وباقدام الاخرين، لدرجه انه لما غانا لما المغرب كسبت زامبيا وقفت زامبيا عند نقطتين، كوت ديفوار افتكرت ان عندها 3، كانوا مشوا المدرب وطفوا النور وخلاص فقدوا الامل. ايوه بيرشوا وبداوا يحاسبوا بعض، بيرشوا ميه وبدا يحاسبوا بعض مين اللي عمل فينا كده، الحق تعالى ده انتوا رجعتوا البطوله. ايه زامبيا خسرت وهتروح بالنقطتين، فبالتالي دخلت الافيال للبطوله من جديد، فتقوم مواجهه السنغال اللي هي صاحبه العلامه الكامله، فالافيال تكسب السنغال. بصوا اللي ما فيهاش اي منطق، زي بالظبط غينيا الاستوائيه
يعني غينيا الاستوائية تكسب كوت ديفوار. كوت ديفوار بدأت ضربة البداية رائعة جدا والكل قال لك خلاص، ما هي غلبت الفريق الليفواري واحد من المرشحين بقوة، غلبته أربعة، راح داخل اتغلب من غينيا الاستوائية أربعة، فالناس بدأت تنتبه لغينيا الاستوائية وتحطها في الترشيحات، تقوم مغلوبة من غينيا وتروح، فترجع الكوت ديفوار تكسب السنغال اللي هي عندها العلامة الكاملة. بصوا وغينيا تخش، وغينيا تخش. بقول لكم فعلا بطولة ما فيهاش أي منطق، لكن اللافت ليها هذا الخروج العربي، يعني مصر تخرج، المغرب تخرج، الجزائر تخرج، تونس تخرج، موريتانيا بعد حضور قوي ليها تخرج، خمس دول عربية بتودع البطولة بدري بدري. أيوة، وبقيت الفرق فرقية مع يعني مش تسع فرق خرجوا. هو لم يبقى من الفرق الكبرى التي سبق لها الفوز غير مين؟ دلوقتي اللي لسه موجودين نيجيريا عندها ثلاث ألقاب ولازالت موجودة ومرشحة، الكونغو الديمقراطية اللي عملتها معانا وأقصتنا عندها لقبين، الكوت ديفوار عندها بطولتين، وجنوب أفريقيا عندها لقب. طبعا يوم الجمعة إن شاء الله بكرة هتبدأ ماتشات دور الثمانية، نيجيريا وأنجولا والكونغو مع غينيا، يعني ادي اثنين من اصحاب الالقاب طالعين 100%. تقدر تتوقع ولا مش عايز؟ لا لا لا، تتوقع ايه بقى؟ بلاش السذاجه دي. ما تدبسش نفسك. طيب الجمعه نيجيريا وانجولا، والثانيه جمهوريه الكونغو الديمقراطيه مع غينيا. يوم السبت اليو ديانج ومالي هيلعبوا كوت ديفوار، هيلعبوا بعض، وبيرسي تاو مع الأولاد هيكونوا ضد الرأس الأخضر، يعني الرأس الأحمر ضد الرأس الأخضر. ربنا تتساوى الرؤوس. بين الأحمر والأخضر تتساوى الرؤوس. البطولة شهدت في تمن النهاية تسجيل 16 هدف خلال 8 مباريات بمعدل هدفين في المباراة. الناندو تابسوبا لاعب بوركينا فاسو سجل هدف في مرمى لصالح مالي، المباراة اللي انتهت بفوز مالي 2-1. حكام المباريات احتسبوا 6 ركلات جزاء شهدت تسجيل 4 ركلات واهدار ركلتين. الدور ثمن النهائي انتهت 6 مباريات فيه في الوقت الاصلي، في حين انتهت مباراتين بركلات الترجيح. مباريات ثمن النهائي شهدت حصول 5 لاعبين على بطاقات حمراء، وانتهى مشوار العرب بخروج منتخبات مصر والمغرب وموريتانيا اللي لحقوا بتونس والجزائر. انت مش ملاحظ ان الجزائر بعد ما اداء مبهر في البطوله الماضيه واللي قبليها تظهر هذا الوعن اللي يدهشك اكتر؟ المغرب تعمل ايه في كاس العالم ونتكلم عليها ازاي والتجربه ولا والركراكي درجه هو نفسه عاش الحاله دي. قال لك انا مغرب واللي ماليش دعوه بغيري والاشقاء واحترامنا، لكن انا ما حدش يقول لي بقى العروبه وانا راجل، ما معنى الكلام يعني نفسي، ويعني قلنا ده راجل بقى ايه فرنساوي مدرسه الواقعيه وهو فرحان بانجازاته ويقول لك يعني انا ما حدنق نفسي ليه في سكه الاشقاء والعرب ماليش دعوه بحد، خليني انا لوحدي. فيخرج هذا الخروج الغريب، ده خروج بجداره 2-0 وجات له ضربه جزاء. يعني هم طبعا تحدثوا عن التحكيم، ما انت واخد ضربه جزاء واهدرتها. ايوه، لكن هذه كل هذه المفاجآت تقودنا الى ايه؟ لا تأمل لكره القدم العظيم في الملعب اللي بيؤدي وبيوفق وبياخد بالاسباب ويحتفظ بجديته واحترامه للمنافس. هؤلاء هم العظماء، تفقد اي صفه من الصفات دي يبقى ما انت معرض للخطر. الجزائر الحقيقه كمان يعني بعد حضور قوي الجمال بالماضي اللي عمل معاهم تجربه هايله جدا، ظهرت نتيجتها هنا في القاهره لما في 2019 فازوا بكاس البطوله، وكان لهم مستوى اداء رائع جدا مبدع، كل الناس كانت مقدره محاربي الصحراء، لكن كما لو انه لعنه الفراعنه اصابتهم، لانه من بعديها يخرجوا من الدور الاول في البطوله اللي فاتت في الكاميرون
خرجوا من بدري. المرة دي في الكوت ديفوار بيخرجوا كمان من الدور الأول عشان تثار عاصفة من الاتهامات والمشاكل مع جمال بالماضي. اللي الإعلام الجزائري ويمكن حتى مسؤول اتحاد الكرة في الجزائر المسألة فيها شبه محاكمات إعلامية وتبادل اتهامات وكثير من التحامل على جمال بالماضي وتجربته. الاتحاد الجزائري كان اتجه انه يشكره على ما قدم ويتجه يختار البديل. هل جمال بالماضي سيترك بالفعل محاربي الصحراء؟ هل هو اللي هيدفع الفاتورة عن خروج المنتخب الجزائري الشقيق؟ معنا من الجزائر الزميل خالد معزوزي الإعلامي بقناة الجزائر الدولية. أستاذ خالد أهلا بيك، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. أهلين أستاذ إبراهيم، تحية لك وللأستاذ عادلي ولكل القائمين على قناة الأهلي ومتابعيها والإخوة الأعزاء في مصر. يسعدنا دائما التواصل معاك والاطمئنان على المنتخب الشقيق. قل لي إيه سبب الخروج بشكل مباشر كرؤية إعلامية يا أستاذ خالد؟ سبب الخروج أعتقد أن الأمر فني بحت، لأن الظروف يعني بعيدا عن ميدان كرة القدم كل الظروف كانت مواتية للمنتخب الجزائري ليقدم دورة في المستوى، يعني من الناحية الإدارية، من ناحية التحضير أيضا لهذا الموعد. كل الظروف وفرت لهذا المنتخب، يعني طائرة خاصة، فندق خاص على قرب الملعب، ملعب السلام هناك في بواكي، حتى من الناحية التعداد أيضا من الناحية الفنية المنتخب مدجج بعناصر في المستوى، يعني التركيبة البشرية للمنتخب الجزائري متميزة يتمناها أي مدرب في العالم، ولهذا أعتقد أن الخلل فني بحت. ومن الناحية الذهنية أيضا هناك خلل ما على مستوى منظومة المنتخب الجزائري. أعتقد بأن جمال بالماضي لم يوفق في خياراته، أي نعم لا يمكن أن نحمل المسؤولية كلها لجمال بالماضي، ولكنه للأسف يتحمل جزء كبير من هذا الفشل الذي بدت بوادره منذ فترة طويلة. أستاذ إبراهيم قلها بصراحة، لأن المنتخب لم يعد يقنع حتى أمام منتخبات مجهرية، مع كل احتراماتي طبعا لمنتخبات مثل النيجر التي فزنا عليها في آخر لحظات في تصفيات الكان، أيضا في تصفيات المونديال المنتخب الجزائري عانى أمام الصومال في ملعب نيلسون مونديلا في بلاطي في العاصمة الجزائرية. أعتقد أنه كان هناك خلل أو ما يسمى بالإفلاس التكتيكي وغياب الحلول التكتيكية، ولتوظيف كل هذا الكم من النجوم واللاعبين المتميزين في منظومة المنتخب للأسف أشد المتشائمين لم يكن يتوقع خروج الجزائر بهذا الشكل. نعم لم نكن ربما مرشحين للتتويج، ولكن أن تخرج أمام موريتانيا وأنت بحاجة فقط إلى نقطة، أعتقد أن الأمر خيبة كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة لي الجماهير الرياضيه الجزائريه. اللي حضرتك انا عادل القيعي سؤالين، هبدا بسؤال ربما يترتب عليه سؤال اخر. تركيبه الجزائر هذه المره كان يغلب عليها المحليين ام ايضا يغلب عليها المحترفون في الخارج؟ كالعادة أستاذ عدلي المحترفون هم يشكلون يعني الغالبية العظمى لتعداد المنتخب الجزائري. هناك اعتماد بشكل كبير جدا على اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية وحتى الدوريات العربية مقارنة بالدوريات الدوري الجزائري، ولكن هناك أيضا لاعبون محترفون جزائريون تخرجوا من الدوري الجزائري على غرار إسلام سليماني، يوسف بليلي، بغداد بونجاح، ولو أن بليلي عاد إلى المولودية هذا الموسم، ولكن لعب كثيرا في الخارج. هناك أيضا رامي بن سبعيني، يوسف عطال، يعني يعرفون الأجواء الإفريقية، الأجواء الجزائرية، وحتى عندهم خبرة، حتى المحترفون أستاذ عدلي عندهم خبرة كبيرة معها. لا أنا لا أقصد عنصر الخبرة، أنا بسأل السؤال ده لأن في قضية دائما تثار، افتحوا الأبواب للاحتراف بالخارج عشان ترتفع مستويات الداخل، وأنا ليه رأي فيها بس عايز أسمع رأيك. هل فعلا الاعتماد على المحترفون في الخارج أو كثرة المحترفون بالخارج بترفع مستوى المنتخبات الوطنية، ولا أحيانا أو غالبا كما أرى أنا أن الاعتماد على المحليين ربما يحقق مزيد من الانسجام والدوافع؟ كيف ترى هذا الأمر؟ أعتقد أن الأمر المثالي هو المزج بين أفضل المحليين المتعودين على المشاركة في المنافسات القارية مع أفضل المحترفين، يعني لا نجلب محترف لمجرد أنه يلعب خارج حدود الوطن، يعني لازم تكون هناك معايير اختيار
مميزه، مثلا عده لاعبين من اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد يشاركون ويحتكون بافضل الانديه الافريقيه على غير الاهلي المصري ماميلودي ساون داونز وغيرها، يعني يشاركون يحتكون بالمستوى العالي. من الجيد ان يتم مزجهم مع المحترفين افضل المحترفين. الخيار يجب ان يكون فني وليس ان تكون يعني تكون هناك متابعه للمستويات. اعتقد ان الامر عادي جدا، مثلا المنتخب الجزائري بتشكيله معظمها من المحترفين نال اللقب الافريقي في مصر. الامر ليس هناك قاعده، اعتقد ان الاحسن هو من يستحق مهما كان البلد الذي يلعب فيه، يلعب في الهند في الجزائر في اي بلد في العالم. المهم ان تكون هناك متابعه من طرف الناخب الجزائري، يجب ان يتابع اللاعبين، ان يقيم مستوياتهم رفقه كل الطاقم. ولهذا الافضل في رايي الشخصي يعني استاذ عادل، اعتقد انه المزيج هذا الخلط بين المحترفين والمحليين يعطيك خيارات افضل، بروفايلات مختلفه ربما، يعني تبادل خبرات بينهم. ولو ان اعود واقول بان كل هؤلاء اللاعبين يشاركون في تصفيات كاس افريقيا، يلعبون مع المنتخب ويلعبون في افريقيا، يعني مطالبين بانهم يكونوا متأقلمين بالشكل اللازم مع المنتخب، مع الأجواء الإفريقية التي تلعب فيها المباريات، سواء دورات الكان، سواء تصفيات الكان، أو حتى تصفيات كأس العالم. يا أخي أقود معلش يا أستاذ إبراهيم، سؤالي الآخر، ذكرت حضرتك أن كل أسباب الدعم وإراحة الفريق من طائرات خاصة لمعسكرات مميزة لأماكن مميزة راحة ورفاهة، هل هي لصالح إطلاق أو إحساس اللاعب بالمسؤولية، أم أحيانا خشونة وبعض الصعاب قد تؤدي إلى تركيز حقيقي؟ أنت شايف إيه؟ إن أنا أوفر لبن العصفور ولا لابد من بعض المعاناة حتى مش المعاناة يعني إن الحياة تبقى في سياق عدم الرفاهة المطلقة يعني؟ لا، لأنه توفير هذه الظروف أستاذ عدلي يأتي في إطار يعني عدم إيجاد ذريعة للفشل، لأنه اللاعب لما يوضع في ظروف مريحة، نعرف أن الظروف صعبة نوعا ما في إفريقيا مختلفة عن شمال إفريقيا، بدليل أن المنتخب الجزائري تاريخيا فاز فقط في شمال إفريقيا، يعني فاز في الجزائر وفي مصر، كنتم كما تقولوا وش تساعد علينا، الحمد لله. على كل حال يعني تاريخيا المنتخب الجزائري يجد كل الصعوبات لما يلعب بعيدا عن شمال إفريقيا، ولهذا لتدارك هذه الصعوبات يتم توفير كل الظروف الملائمه من اكل، من يعني المنتخب الجزائري تقريبا نقل سيدي موسى، مركز سيدي موسى الى كوت ديفوار من خلال غرفه لكل لاعب، ظروف مهيئه، طباخ المنتخب كان معهم، يعني حتى الاكل حتى ظروف الراحه كلها متوفره. والجدير بالذكر في دوره كوت ديفوار ان الارضيات ايضا التي تحججنا بسوئها في دوره الكاميرون، يعني ملعب جاكوما الذي كان احتضن مباريات الجزائر في دورة الكاميرون، الأرضيات في بواكي كانت ممتازة جدا للأمانة، يعني من أسباب ارتفاع المستوى في هذه النسخة 34 لكأس الأمم الإفريقية، الأرضيات الجيدة جدا في هناك في كوت ديفوار في معظم الملاعب، ولهذا كل يعني كل شيء كان جاهز حتى توقيت المباريات، ما عدا مباراة بوركينا فاسو التي لعبت في الظهيرة، ولكن لعبنا في الليل مع أنغولا، لعبنا في الليل مع موريتانيا. والله يعني هذا ما يجعل حلقة الخروج أصعب، يعني في كل شيء كان محضر حتى من ناحية التشكيلة، اكتمال التشكيلة، تحضير في أفضل الظروف في توغو، يعني للتأقلم مع الأجواء الإفريقية، لعبنا مع توغو وبوراندي، فزنا بالثلاثية برباعية في ظل اكتمال التعداد، ما عدا إصابة غويري في آخر لحظة وإصابة بن ناصر بعد المباراة الأولى، التعداد كان مكتمل. ولو أن بالماضي يلام أيضا على عدم تعويض غويري، لم أفهم سبب الذهاب إلى كوت ديفوار بأربعة حراس مرمى مع عدم تعويض المهاجم لامين غويري، يعني اللاعب المتميز في الخط الأمامي، اكتفينا فقط بسليماني كبديل. سليماني بعيد عن المنافسة منذ نوفمبر 2023، يعني منذ آخر مواجهة لعبها في مع الفريق البرازيلي اسقط إلى القسم الثاني، لم يلعب كثيرا، نقص منافسة على غرار أيضا يوسف عطال، قضيته في فرنسا يعني أثرت أيضا عليه. لم يتم انتقاء اللاعبين الذين يعتبرون الأجهز، ولهذا أعود وأقول بأنه للأسف، ورغم يعني شخصيا حد جمال بالماضي كنت أتمنى أن يكون مدرب المنتخب في المونديال المقبل، ولكن للأسف لم يوفق تماما. منذ ما بعد الكاميرون هناك تخبط على مستوى إدارة المنتخب من الناحية التكتيكية، لم نشاهد
الجديد في اداء المنتخب بصراحه. مثلا اعطيك مثال الاستاذ عدلي لو سمحت، في مباراه مصر الوديه في ابو ظبي، يعني المنتخب المصري لعب تقريبا 70 دقيقه منقوص عدديا، المنتخب الجزائري لم يستغل ذلك النقص العددي، لم نشاهد يعني لمحات تكتيكيه او مواكبه تكتيكيه لتلك المتغيرات في المباراه، ولهذا اعتقد بان جمال بالماضي فشل للاسف في مهمته، بعدما نجح في 2019 فشل في 2022 فشل في 2024، ولهذا اعتقد بان الطلاق بين الطرفين بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم وجمال بالماضي عادي وطبيعي وصحي وعادي جدا. استاذ خالد، هل اقصاء جمال بالماضي ده قرار نهائي؟ وهل بالفعل مسؤول اتحاد الكره الجزائري اتجهوا للتفاوض من قبل مع زين الدين زيدان ام من هو البديل؟ لا، بخصوص جمال بالماضي اعتقد بان بيان الفاصل ابراهيم يعني قطع الشك باليقين، هناك طلاق رسمي بين الاتحاد الجزائري وجمال بالماضي في انتظار الصيغه، هل سيتنازل بالماضي؟ يعني الاشكال في الامر انه وقع عقدا لمده 4 سنوات بدون اهداف، يعني لم يكن مطالبا بتحقيق هدف في كاس امم افريقيا، كان فقط مطالبا بالذهاب الى مونديال 2026 براتب ضخم، تعلمون جيدا قيمة العقد، أعتقد 208,000 يورو، مش كده؟ بالضبط. هل هذا ثقة من الاتحاد بسهولة الفوز بكأس الأمم فاعتبروه أمر مفروغ منه ولا؟ لا، لأنه مش نفس رئيس الاتحاد لأمضى العقد، يعني الرئيس السابق هو لأمضى هذا العقد، ولهذا هناك جدل بخصوص هذه القضية، ولكن مهما كانت صيغة الطلاق هناك تفاصيل أخرى ستظهر في الأيام القليلة المقبلة، ولكن جمال بالماضي أكيد لن يدرب المنتخب الجزائري في على الأقل في السنتين المقبلتين، قد يعود في يوما ما بخبرات أكبر وب أفكار أخرى، ولكن حاليا جمال بالماضي أكيد لن يدرب الجزائر. بخصوص البديل، إشاعة زين زيدان محض إشاعة، أقولها منذ البداية محض إشاعة، من المستحيل تقريبا أن يدرب زين زيدان المنتخب الجزائري، هو عنده عروض أخرى، طموحات ربما أكبر نوعا ما، ولهذا من الصعب جدا حتى من الناحية المالية. نتحدث عن راتب بالماضي، يعني راتب زيدان 5 مرات راتب بالماضي، احنا مش قادرين على بالماضي. لا، صعب جدا، ولكن هناك الحديث عن البديل المحتمل هو ضايد يلوديش، منطقيا يعني حسب قراءتي للاحداث اعتقد بان ضايد سيكون المدرب المقبل. هناك ايضا عن حديث عن كارلوس كيروش، في كل مره يتبادر يعود هذا الاسم بقوه لكل ما يكون هناك فراغ على مستوى الاداره الفنيه للمنتخب الجزائري، ولكن لحد الان هناك نوع من كما يقول يعني تعتيم على هذا الموضوع في انتظار الفصل في هذا الموضوع. يعني الاتحادية مطالبة باختيار مدرب مناسب يعرف إفريقيا ويكون صارم أيضا ليتحكم في المجموعة، لأنه تقريبا منتخبات شمال إفريقيا دائما تحتاج إلى مدرب صارم، لا يكون صديقا للاعبين بقدر ما يكون، لا أقول ديكتاتوري، ولكن صعب الميراث مثل ما كان فايدا للوجيتش، كان متميز جدا من ناحية تسهيل المجموعة بدليل تحقيق نتائج مميزة أبرزها طبعا البلوغ الدور الثاني من مونديال البرازيل 2014. طب احنا هنا في الأهلي يهمنا كمان سؤالك عن الدوري الجزائري وموقف شباب بلوزداد اللي هيلتقيه الأهلي يوم 16 فبراير عندكم، أخبار شباب بلوزداد إيه والدوري رجع ولا لأ؟ المنتخب أكيد شباب بلوزداد بصدد إجراء المباريات المتأخرة هو يفوز يحقق سلسلة انتصارات، يعني شباب بلوزداد أعتقد أنه جاهز للمنافسة بدليل المباراة الكبيرة اللي أداها في القاهرة أمام الأهلي المصري، هو بصدد أي نعم متأخر نوعا ما عن الرائد مولودية الجزائر، ولكنه هذا الموسم اعتقد ان شباب بلوزداد سيركز اكثر على المنافسه الافريقيه بعد تحقيق لقب الدوري الجزائري ل4 مرات على التوالي. شباب بلوزداد بعناصر الخبره، لما استقدم بن عياده رايس وهذا البلحي في الحراسه، هناك ايضا عدلان كديورا وان لم يكن في اتم الجاهزيه ولكنه بعامل الخبره قد يدخل في المرحله الثانيه، اعتقد ان مواجهه الفريقين في ملعب 5 جويلية في العاصمه وملعب نيلسون مانديلا، لا ادري اين ستلعب المباراه بعد، لم يتم تحديد الملعب، ولو انها ستلعب بنسبه كبيره في ملعب 5 جويلية اعتقد بان المباراه ستكون مفصليه ومغايره لمعطيات مباراه الذهاب التي ربما شباب بلوزداد قد يندم فيها على تضييع تلك الفرصه الاخيره من بوسوف، يعني في نهايه المباراه كان يمكن ان شباب بلوزداد يعود بالفوز امام الاهلي المصري، ولكن مباراه العوده بين الفريقين اكيد ستكون بمثابه نهائي المجموعه ومحوريه مفصليه لعبور التاهل للدور المقبل. الدوري استوقف في الجزائر ولا لا زال متوقف لما بعد الكان؟ الدوري اصلا لم يتوقف استاذ، يعني لم يتوقف
اكيد لن يتوقف لان معظم اللاعبين خارج الجزائر يعني فقط كان هناك ثنائي اتحاد الجزائر بن بوط وبالعيد وبقيه اللاعبين يعني كلهم من خارج الوطن ولهذا الامر يعني كان لم يؤثر على سير الدوري المحلي وبالتالي المنافسه متواصله لم يكن هناك توقف بالعكس شباب لوزداد استغل هذه الفتره لتسويه الرزنامه ولعب عده مباريات متاخره لم يلحق بعد بمولوديه الجزائر ولكنه ينافس اكيد سيكون منافسا على لقب الدوري وربما على لقب دوري ابطال افريقيا. هل دعم شباب لوزداد صفوفه في القيد الشتوي باي من اللاعبين قبل لقاء الاهلي؟ هو استخدم اللاعب نوف الخاسف الظهير الايسر اللي كان في الدوري الجزائري من قبل مع نصر حسين داي ثم احترف في البرتغال عاد الان يدعم شباب لوزداد نوف الخاسف يلعب في الطاقه الايسر سواء كظهير او كجناح ايضا او في وسط الميدان يعني لاعب متعدد المناصب بعد تجربه احترافيه لم تكن بالناجحه هناك في البرتغال ولكنه عاد الى الدوري المحلي من بوابه شباب لوزداد هناك ايضا حديث في شباب لوزداد لم ينهي بعد الميركاتو ولهذا هو بصدد البحث عن عناصر مميزه قد تشكل دعما قويا في يعني الاستحقاقات المقبله سيكون فيها بحاجه الى تدعيمات اكبر شباب لوزداد ولو انه يملك تعداد حاليا تعداد مميز قد يصنع به فارس كما قلت لك في محليا وقاريا ايضا. استاذ خالد سعداء جدا بالتواصل معك وشكرا جزيلا ليك. شكرا لكم استاذ ابراهيم استاذ عدلي وتحيه لكل الشعب المصري الحبيب. تحياتي لكم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للإعلامي الجزائري المتميز خالد معزوزي. الحياة يعني جمال بالماضي قال لك هو طلاق بائن بينه وبين المنتخب وأزمة على الشرط الجزائي لأنه عقده يأخذه لنهايته 4 سنين ما هو هنا 208 ألف يورو. الدروس المستفادة يا أستاذ إبراهيم مهما كان النجاح أو الإخفاق لا تتعامل مع الأمر بهذا الاندفاع المتفائل او المتشائم العاطفي عند التعاقد تحسن اي حتى عند التعامل عند التعاقد عند كل عند التقييم تقييم الموقف يعني هو قال كلمه مهمه جدا انا سالت سؤال هل الاعتماد على المحليين ولا على المحترفين من الخارج كان نسبته اكتر واضح من خلال استكمال الدوري إنه ما كانش فيه لعيبة من الدوري المحلي بالنسبة الكبيرة إذا الاعتماد الأكبر كان على المحترفين بالخارج لدرجة إن الدوري استمر الدوري أنا عايز أناقش دي معك كقضية مستقلة وعايزين نثبت السؤال ده لو معانا مداخلات أخرى مع حد يعني ليه؟ عشان في كلام ونداءات مستمرة افتحوا الباب على مصراعيه ليه؟ على فكرة في عدد كبير جدا من المصريين والناشئين محترف في أوروبا ما نعلمش عنهم حاجة ولا بنجيبهم فمسألة إن عشان كل ما وسعنا رقعة المحترفين إحنا كل المحترفين في الخارج في الفترة الأخرانية استفدنا من إيه؟ إنني بعض الوقت في صلاح وتريزيجيه وموش تريزيجيه أنا رأيي إن تريزيجيه أكثر مساهمة ونجاحا مع المنتخب صلاح في بدايته في الفترات الأخيرة بس قبل كده استفدت من زيدان واستفدت من أحمد حسن ما أنا بقول لا خلينا بس أنا هجيب لك كل ده إنما أنا بتكلم حاليا ثم مرموش في إطار إن مرموش بموهبته كويس اللي بيديهولك لحد دلوقتي لكن كوكا مش معرفناش نقول ان عندنا فيرويد مصطفى محمد لا اكثر نضجا الان واخد بالك فهي مسألة لكن القوام الاكبر والنجاح الاكبر بيبقى مع هي الاثنين مش بدل البعض يعني مش بدل انت لازم يبقى إبراهيم. عندك نظام كورة كويس لكن انت هيبقى بدل البعض امتى لو كل مواهبك طلعت احترفت كما ينادي البعض ما انت بتقول افتح من الصغر يعني تخيل منتخب الاولمبي ده كله احترف ماذا تبقى في المستقبل من النجوم المحليين اولا هيبتدي الدنيا تضعف عندك هنا في نفس الوقت ربما هيكون الاعتماد اكتر ويقابلها
طب بدل فتحت الاحتراف وانت بتصدر افتح الاحتراف وانت بتستولى عشان تحافظ على المسابقه المحليه. على المسابقه المحليه ونشط عمليه الاستكشاف مش بس لانه برضه مش بس المسابقه مش احسن اللعيبه اللي بيلعبوا في الانديه في كتير من المواهب مش منتقاه. ما دي نقطه تانية انا بقول ايه، هل تجربه فتح باب المحترفين نجحت بنسبه قد ايه؟ هنقول ب 50% من الارقام اللي بنقولها دي. اللي استفاد من التجربه الاحتراف الخارجي المنتخب المغرب وعمل حضور قوي جدا في كاس العالم، وبعدين ثم خرج من الكاس ده ليه؟ معنا على الهاتف الزميل نوفل العوالمة الاعلامي المغربي. استاذ نوفل اهلا بيك، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. مساء الخير استاذ ابراهيم واستاذ عدلي، وتحياتي لكل مشاهدي برنامج ملك وكتابه ولكل متتبعي قناه الاهلي. قبل ان اسالك الاسئله التقليديه، كازابلانكا ولا الرباط؟ انا في تعتبرني على حدود الرباط. على حدود الرباط. طيب اسمح لي بس ايه، لانه هو جه ربما يكون سمع القضيه الاعتماد على الاكبر على المحترفين افضل واطلاق فتح باب للاحتراف الخارجي ولا ابناء الداخل الى حدود يعني يكون الى حدود يعني عشان نحافظ على المستوى العام المحلي، لانه ممكن يبقى ده الحل في خلق منتخب منتمي اكثر. كيف ترى هذه القضية؟ الأول طب ما تكلمنا تعليقك على خروج المغرب مش والعرب كله. أنا راح أحاول أشمل لك الإجابة وتتضمن ربما كل ما طرحتموه وحتى اليوم النقاش الدائر، ولكن قبل ذلك أعزيكم، أعزي جماهير النادي الأهلي وأعزي الشعب المصري في وفاة معالي الوزير الأسبق العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وزير الرياضة المصري، إن الله وإنا إليه راجعون. شكرا. فبداية ربما اليوم نعيش نكسة كروية عامة وإن عمت خفت كما يقال، ولكن لنبدأ بما انتهيت منه باشمهندس إبراهيم، إنه المحترفين وأي إضافة يقدمون للمنتخبات العربية الأفريقية خاصة منتخبات شمال أفريقيا، وفي في 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 السؤال إجابة. ربما المنتخب المصري أتذكر ويعني هاني رمزي اتفضل يعني مثلا هاني رمزي كايزرسلاوتن الألماني كان من بين المحترفين القلائل في المنتخب المصري ذات يوم. بعد ذلك فزتم بكأس أفريقيا مع الكابتن حسن شحاتة بزيدان كمحترف في الدوري الألماني، ولكن في ذات الوقت كانت منتخبات على غرار السنغال والكوت ديفوار لديها محترفين بالجمله في اعرق الانديه الاوروبيه وتعاني الامرين في كاس الامم الافريقيه. هنا لابد ان يكون هناك ميزان. ذات يوم قلت بان المنتخب الوطني المغربي حين يمارس في القاره الافريقيه يخرج بخفي حنين، والدليل ان اللقب الافريقي المغربي الوحيد هو سنة 76 بجيل فرس وآخرون من النجوم الذين لمعوا في الأندية المغربية مع بعض المحترفين الذين سطعوا بعد ذلك في 86 كالتيمومي وبودربالا والحداوي وآخرون الذين انتقلوا إلى أندية من سويسرا إلى فرنسا إلى غيرها. المعضلة اليوم إن كنا سنقول بأننا هل نمارس في أفريقيا فلنأتي بترسانة تلعب في القارة الأفريقية، أعتقد أن كرة القدم موهبة فطرية لا علاقة لها ب صحيح قد تنشأ في هولندا وتنتمي لمناخ درجات حرارة منخفضة، تلعب بنسق فيه الكرة الجميلة الكرة الشاملة، أو تلعب في الدوري الإسباني دون احتكاكات بدنية مع موهبة فيها الطابع اللاتيني بالتمريرات والمساحات الواسعة، ولكن من منا قادر على خلق تلك التوليفة وذلك التوازن؟ أن يكون في الميزان من لديه التنافسية، من لديه دقائق لعب، من لديه القدرة على مجاراة الأجواء الأفريقية لأفريقيا تقاليدها الخاصة. كأس أمم الأفريقية هي كأس المفاجآت بامتياز، بمعنى آخر قد نذهب ونشاهد الكوبا أمريكا، سنضع قائمة ألف باء إلى غير ذلك، سنكون يعني ممن يعني يغردون خارج السرب إن قلنا أن الأرجنتين غير مرشحة أو البرازيل أو أن التشيلي لن تلعب أدوار طلائعية. الأمور واضحة، ولكن في كأس الأمم الأفريقية قد تأتيك
يعني مفاجأة كما حدث مثلا في كأس القارية حضرتها سنة 2013 في جنوب أفريقيا، لم يكن أحد يرشح بوركينا فاسو أن تصل للمباراة النهائية، كان لديهم مهاجم واحد من اللامعين المحترفين في القارة الأوروبية، ولكنهم استغلوا تراجع القوة التقليدية وصلوا للمباراة النهائية وفازت بالمسابقة نيجيريا. كذلك ومثال هناك ربما عدد كبير جدا من الأمثلة التي يمكن أن نقوم بإسقاطات عملية ونقول كيف أن المحترف هل يمثل عالة على المنتخبات التي تمارس في القارة الأفريقية أم أنه قد يكون بالفعل سبب للتألق والتعملق. السنغال اليوم فازت لعبة النهائي وفازت بكأس الأمم الأفريقية بعد ذلك بماذا؟ بتشكيلة 100% محترفين. هذا أمر لابد من نقاشه لأن هناك ربان للسفينة عليه أن يخلق ذلك التوازن، ولكن هذا لا يمنع أن حامل الرقم القياسي هو المنتخب المصري الذي لطالما شارك في كأس الأمم الأفريقية وكان له عدد قليل من اللاعبين المحترفين، الأسماء معروفة للجميع اليوم حتى على مستوى التشكيلة التي خاضت نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، هناك أسماء معدودة وكان يشارك بنجوم الأهلي ويشارك بنجوم الزمالك، وفي نفس الوقت قد يخرج لاعب من المصري البورسعيدي أو يخرج من نادي آخر وبإمكانه أن يقدم الإضافة كما حدث مثلا مع أحمد ناجي جدو الذي كان وراء لقب من ألقاب أحفاد الفراعنة في حدوثة مصرية في كأس الأمم القارية. اليوم نحن نقول بأن علينا أن نأخذ من يستحق التواجد في التشكيلة بغض النظر عن القميص الذي يحمل. وربما اليوم سأعود لكم للحديث عن المنتخب المغربي. المنتخب المغربي لن أقول بأن وليد الرقراقي اليوم عاش على ذكريات الماضي واستذكر الأطلال التي حدثت في قطر، ولكن سأقول بأنه حاول أن يكون وفيا لمن لعب معه مرحلة الطوارئ. لا ننسى أن وليد الرقراقي جاء أشهر قليلة جدا قبل المونديال، ولا أخفيكم سرا يعني أول من تحدث عن وليد الرقراقي هو أنا في شهر أبريل، وكان هناك لوم وعتاب من جماهير الوداد البيضاوي، لماذا تتحدث عن مدربنا الذي يتألق معنا ونلعب معه البطولة ونلعب معه كأس العرش ونلعب معه أيضا دوري أبطال أفريقيا، نحن مستقرون فلا تحاول أن تنال من هذا الاستقرار. ولكن كإعلامي غيور على الكرة المغربية وجدت بعد المباراة التي حدثت مع الولايات المتحدة والخسارة القاسية للمنتخب الوطني أن الرجل وحيد خليلوزيتش يمكن أن ينطبق عليه القول فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي وصل لمرحلة فيها اللا عودة. أقصى مجموعة من العناصر على رأسهم حكيم زياش ونصير مزراوي وأمين حارس، هذا الثلاثي الذي يعتبر من أعمدة المنتخب المغربي، وأي مدرب يمكن أن يتنازل عن أنافته في سبيل حضور هذا الثلاثي مع المنتخب الوطني. ورغم ذلك صبرت عليه أو الاتحاد المغربي أو الجامعة الملكية المغربية كما تسمى لدينا، كان هناك مني خطاب صريح وحين طرحت البديل طرحت وليد الرقراقي. لماذا؟ لأن المملكة المغربية بكل بساطة كحال مصر في السنوات الأخيرة، يعني بعد حسن شحاتة جربتم كل المدارس، أتيتم بمن ينتمي للبرتغال ومن ينتمي لمدارس لاتينية من كوبر إلى فيتوريا آخرهم وكارلوس كيروش وآخرون، ولكن في نهاية المطاف ماذا حدث؟ لن أقول بأن المدرب الوطني مقدس وبأنه هو من يحقق الإنجازات، لا، أقول أن هناك خصوصية للممارسة الكروية. مصر اليوم لديها خصوصيتها في عالم كرة القدم الأفريقية. مصر ستلعب منافسات كأس العالم كل 4 سنوات، لن تلعبها كل 2 سنتين ككأس الأمم الأفريقية. المغرب كذلك ومثال لديها خصوصيتها، وبالتالي قلت المدرب الذي بإمكانه أن يكون متابع أولا للبطولة لمنتوجنا الوطني للدوري المغربي المحلي، ثانيا هو من نسيج هذا المجتمع الذي فيه جيل ثالث مهاجر في القارة الأوروبية، هو أيضا من لعب في مجموعة من الأندية الفرنسية، هو يملك لغة التواصل، يتحدث الفرنسية بطلاقة ويتحدث الإسبانية، وكلها دوريات نتوفر فيها على مخزون بشري. وضعت كل المقاييس في الميزان فوجدت بغيرة وطنية بخبرة راكمتها على مدى أكثر من 18 عاما في مجال الإعلام أن وليد هو الأنسب، وقلتها بملء الفيه. الحمد لله كان هناك صدى للصوت، ورغم أن وليد يعني صديقي منذ 2010 وأعرف نفسية الرجل وأعرف بأنه رجل تواصل بامتياز وأعرف بأنه مدرب طموح، وأعرف بأنني أول من طرحت عليه السؤال قلت له أنت مشاغب في تصريحاتك تستفز الكبار، هل تريد ذات يوم أن تكون مدربا للرجاء للوداد؟ قال لا، بل لبرشلونة والمنتخب الوطني لما لا. رجل طموح. اليوم الكرة العربية المغاربية الأفريقية تحتاج للطموح، والطموح قد رأيتموه ربما مع اليوتسي مع السنغال،
رجل تنفس الصعداء مع السنغال، استطاع أن يصنع مجد لهؤلاء. الطموح مع ذلك الرجل الشغوف الذي جاء من العدم إيرفي رونار، والذي حقق لقبين مع منتخبين مختلفين، حققه مع زامبيا. لو حدثت أكبر عراف في العالم لقال لك من المستحيل بمكان أن تحقق لقب مع منتخب لاعبيه ينتمون لبطونة محلية، ولكن لعب على المأساة ووصل للمباراة النهائية. هذه هي خصوصية الممارسة الأفريقية. بالنسبة للمغرب اليوم، أعتقد أننا يعني شاهدنا وجهنا الحقيقي في المرآة. لماذا؟ لأن كأس العالم أسلوب اللعب يختلف. في كأس العالم كنا نصنف في السكند كلاس، بمعنى آخر منتخب من الدرجة الثانية، لأنك تلعب أمام كرواتيا الوصيف، تلعب أمام بلجيكا التي حصلت على مركز المربع الذهبي، تلعب أمام المنتخب الكندي المتطور الذي يعد نفسه لكي يستضيف كأس العالم 2026، وبالتالي دخلت بجلباب ذلك الضيف المحتشم. ولكن المباراة الأولى هي المفتاح، حققت فيها أقل الأضرار، خرجت بتعادل، هزمت الشياطين الحمر، ومن ثم ذهبت إلى كندا فكبحت جماحها بأقل الإمكانيات. بعد ذلك رجعت للدفاع، لعبت على خطة إغلاق المساحات مع إسبانيا التي تحبذ المساحات وتلعب الكرة، بغض النظر كان لديك نصف الفريق حاضر هو ياسين بونو. وصلت لمقارعة منتخب برتغالي بقي منه بقايا المنتخب الذي توج بكأس الأمم الأوروبية، وانتقلت إلى مرحلة المنتخب الفرنسي، أصابك العياء والإرهاق للاعبين والإصابات، ليس لك تلك السرطان البشرية لكي تواصل، لكنك حققت الإعجاز وليس الإنجاز. في أفريقيا الأمر مغاير، في أفريقيا عليك أن تواجه الطقوس، عليك أن تواجه الضغط، وكانت للأسف لعنة رابع المونديال بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذه اللعنة هي التي جعلتنا أن الكل يستأسد علينا، حتى الضغوطات التي منها ما فرض علينا أن هناك مكان للمغرب دون غيره في الاتحاد الأفريقي وأمور كثيرة جدا، أضيف إليها تصريحات أناحي التي زادت من الضغط الإعلامي علينا، ثم جاءت الخلاف الذي حدث ما بين اللاعب مبيمبا ووليد الرقراقي، والذي كان بالإمكان أن نستغني عنه فأوقف المدرب. إلا أننا بالتشكيلة التي حضرت، ببعض المجاملات التي استحضرت في حق بوفال الذي لا يلعب الشيء الكثير في الخليج العربي، في حق نصير مزراوي الذي أصيب وكان طبيب نادي بايرن ميونخ قد أقر بأن اللاعب سيحتاج للاستراحة لمدة شهر وتطبيب، بمعنى آخر أنه لن يكون جاهز إلا في المباراة الثالثة أو حتى في مباراة الدور الثاني إن تأهلنا، ورغم ذلك أصر وليد على إحضاره، مع العلم أننا في تلك اللحظات كنا نحتاج إلى لاعبين يتمتعون بالطراوة البدنية، راكموا التجارب من خلال المباريات، مباريات دور المجموعات، فلم نجدهم. إضافة إلى أن وليد للأسف يعني شرب من ذات الكأس الذي شرب منه وحيد خلولزج، الذي بالمناسبة كنت معه رفقة المنتخب الجزائري في كأس العالم في البرازيل 2014، لعب المباراة الأولى أمام بلجيكا خسر، ولكن كان في ترسانة المنتخب الجزائري مجيد بوقرة وإسلام سليماني وعناصر وجابوا وآخرون، فجالسوا روراوا وقالوا له سنغير التشكيلة. تغيرت قناعات وحيد خليلوزج، انتصرت الجزائر على كوريا الجنوبية وتعادلت مع روسيا وقدمت مباراة بطولية مع الألمان. للأسف قناعات وليد لم تتغير، بقي ذلك الحس العاطفي الذي يريد أن يقول للاعبين أملاح أثق بك، قدمت مباريات قوية في المونديال، أرني ما لديك. ولكن هذه أفريقيا يا وليد، أفريقيا لا تبتسم لك، أفريقيا تعتمد إذن على إذن حضرتك تلخص الأمر أن كان في جمود في الفكر، وأنه اعتمد على الحرس بتاعه، وأنه تصور أن أفريقيا مثل كأس العالم، ولكنه في كأس العالم كان هو الطرف الطامح أمام الطرف المترهل، وحدث العكس في أفريقيا. ألخص الأمر أنا هكذا؟ صحيح أستاذ عادل، بكل بساطة أنا لا أتفق مع عدد من الزملاء والإعلاميين سواء كانوا مغاربة أم عرب، وهم يتحدثون عن مجاملات وعن عاطفة. أبدا، هي ليست مسألة مجاملات وعاطفة زائدة من طرف وليد باتجاه اللاعبين. وليد الرقراقي قبل كل شيء هو مدرب، هو إنسان طموح لديه أهداف، لا يمكن أن يبيع نفسه في مقابل أن يلمع لاعب دون آخر. ولكن وليد
قريب من اللاعبين، يعرف الإمكانيات، يعرف يمكن ما يقدمون، وبالتالي لم يحسب الحساب للتفاصيل الدقيقة. من بين التفاصيل الدقيقة مثلا أن يصاب لك بوفال في التدريب، هذا أمر لم تكن تتوقعه، ولا ينكر أحد على أن رغم انتقال سفيان بوفال للخليج العربي، لكن تبقى القيمة الفنية لهذا اللاعب سواء الخبرة. وأقول وأعطي مثال هنا، إيرفي رونار نسج على منوال وليد الركراكي، كان لدينا مبارك بوصوفة في 2017، ليس لديه نادي، ذهب للإمارات ليس لديه نادي، ولكنه استدعاه وقدم أفضل كأس أمم أفريقية وكان الأفضل في تشكيلة المنتخب المغربي. وليد ربما أراد أن ينسج على ذات المنوال وقال وإن كان بوفال قد تراجع في مستواه يفتقد للياقة البدنية ولكنه قد ينفعني في 60 دقيقة على أكثر تقدير. ولكن ها هو بوفال أصيب. هل وليد الآن بعد هذا الخروج مستمر والمغرب عندها النسخة القادمة في السنة اللي جاية 2025 تستضيف كأس الأمم، ثم بعد كده عندها الاستضافة التاريخية لكأس العالم، هل وليد مستمر؟ تريد الخبر حصري؟ أها. وليد كان سيجتمع اليوم برئيس الاتحاد المغربي، ولكن هناك مجلس وزاري، وتعرفون حق المعرفة أن رئيس الجامعة المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم هو وزير منتدب في المالية، وبالتالي حضر المجلس. أعتقد أن الاجتماع سيتم يوم غد. وفي طيات هذا الاجتماع ليس كما يقال بأن وليد الركراكي قال أن بند في العقد يشمل العبور على أقل تقدير إلى الدور نصف النهائي. عقد الاتحاد المغربي مع وليد الركراكي مستمر إلى 2026، وتتم تجديد الثقة في وليد الركراكي وطاقمه المرافق، وسيواصل العمل. اليوم لدينا اتحاد مغربي يتمتع بالذكاء، يتمتع بالاستمرارية، يعرف أن هناك مشروع كروي مغربي لا يتعلق بأشخاص. اليوم الأمور لا تقتصر فقط على وليد الركراكي، بل بالعكس لدينا مجموعة من الأمور التي فيها خطاط، هذا أمر مفروغ منه. اليوم المنتخب الوطني المغربي غلته التهديفية لا في عصر وليد ولا ما سبقه في زمان وحيد ليست بالغلة التهديفية الكبيرة، أي بمعنى آخر، وهنا أتفق مع الكابتن أبو تريكا، هناك خصائص على مستوى خط الهجوم. ربما المغرب تحتاج لثلاثة لاعبين، تحتاج لخليفة لرومان سايس يشكل تلك الثنائية الجميلة مع نايف أجب لاعب وستهام يونايتد، تحتاج للاعب صانع ألعاب يكون في وسط الميدان قادر على أن يكون ذلك السقاء الذي بإمكانه أن يغذي خط الهجوم، وتحتاج لمهاجم صريح على الرغم من أن الثلاثي الذي حضر في كأس الأمم الأفريقية سواء تعلق الأمر بيوسف أنصيري مهاجم نادي إشبيليا أو أيوب الكعبي أو حتى بطارق السودالي، أعتقد أننا اليوم إن أردنا أن نحرز الألقاب وخاصة كأس الأمم الأفريقية التي ستلعب في المملكة المغربية، علينا أن نتوفر على مهاجم قناص قادر أن يترجم عمل تلك المجموعة. كلنا نتمنى نحصل الأطلس كل على مثل هذا المهاجم، ولكن كل الأمنيات للكرة المغربية التي أمتعتنا ونثق بها. ويعني حنختم بالخبر أو التوقع الحصري لحضرتك أن ربما يبقى وليد الركراكي حتى نهاية عقده بقرار ورؤية وزارية، وهذا يعني بيعكس الرغبة في الاستقرار التي تشهده الكرة المغربية. كل الشكر وكل الأمنيات الطيبة للكرة المغربية والسعادة لشعبها. شكرا 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 جزيلا لك أستاذ عدلي وأيضا أستاذ إبراهيم، وصدقني ليس تنبؤ، هو أمر مؤكد أن وليد الركراكي مستمر، عقده سيبقى مستمر، وتجديد الثقة من خلال الجامعة الملكية المغربية في شخص وليد الركراكي وطاقمه المرافق ستكون، وسيتم الإعلان عنها بشكل مباشر أمام وسائل الإعلام للتأكيد على أن المسيرة متواصلة. وأتمنى بصراحة أن تكون كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكوت ديفوار مناسبة لمراجعة عدد من الأوراق لكل المنتخبات. مؤكد كل الناس من الناس هذه المراجعة مطلوبة طبعا، سواء بقي المدرب أم كان هناك رأي آخر، ولكن نشكرك على هذا السبق، ونكرر يعني أمنياتنا الطيبة للكرة المغربية وشعب المغرب. شكرا جزيلا للزميل نوفل العوالمة
الإعلام المغربي، وأعتقد إيضاح مهم جدا لوضعية الكرة تحليل تاريخي يعني. صحيح. شكرا جزيلا نوفل. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الأهلي، ما تخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. لعلكم أنتم برضو معانا في متابعة الزميلين، سواء خالد معزوزي من الجزائر أو الزميل التونسي أو المغربي نوالفة. الحقيقة يا جماعة نوفل العوالم، آسف، مستوى التحليل ومستوى الأداء ودرجة التدفق والانضباط اللغوي حتى يخليك تغير على واقع الإعلام الرياضي المصري. وأنا آسف هنا، لأنه مستوى التعليم مختلف، مستوى التأهيل مختلف، مستوى الاهتمام مختلف، ضوابط المناخ العام في العمل الإعلامي عندهم مختلفة حاجة. فبتنتج مثل هذه النماذج المشرفة للإعلام العربي كله الحقيقة، فليهم التحية. لكن على ذكر الإعلام العربي وضرورة تطوره وتطويره، خلينا نهني زميلنا العزيز محمد الدين. ممكن أقول بس تعليق عشان نقفل المحل؟ طيب. الموضوع ده هنرجع لده بس عشان صورة محمد الديك وحقه، انه الحقيقه محمد الديك الناقد الرياضي بجريده الشروق وواحد من فريق عمل ملك وكتابه، وطبعا بتستمتعوا بمداخلاته مع كابتن ايمن شوقي وتحليلاته في استوديو التحليل. محمد الديك الحقيقه ده بقول لك ايه، ده اكتشافك. حرص محمد الديك على تطوير قدراته المهنيه، حصل على رساله الماجستير في كليه الدراسات العليا للطفوله بجامعه عين شمس في رسالة بعنوان صورة البطل الرياضي في مواقع الصحف الإلكترونية وعلاقتها بدافعية الإنجاز لدى المراهقين. قدم محمد الديك هذا الباحث الجاد الرسالة اللي جرت مناقشتها تحت إشراف الأستاذ الدكتور زكريا إبراهيم الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بكليات الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، ودكتور حسن فراج حسن مدرس الإعلام بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس. ناقش الباحث كل من الأستاذ الدكتور محمد معوض إبراهيم أستاذ الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس، والأستاذ الدكتور جمال محمد علي يوسف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق عميد كلية التربية الرياضية السابق بجامعة أسيوط. حصل الباحث اللي شايفين صورته مع الفريق المناقشة، حصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز. الرسالة بتاعت الديك تناولت صورة البطل الرياضي في مواقع الصحف الإلكترونية وعلاقته بدافعية الإنجاز، وتم تطبيق الدراسة على عينة قوامها 400 مفردة من طلاب المرحلة الأولى الجامعية بجامعة عين شمس و6 أكتوبر. هذه الدراسة تأتي أهميتها في أنها من الدراسات التي تربط بين الجانب الإعلامي والجانب النفسي، كما تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها والتغيرات التي تناولها بالبحث والدراسة. عايزين نهني محمد الديك ونحييه على هذا البحث الجاد، وعقبال الدكتوراه إن شاء الله، وبالتوفيق كل الزملاء في تطوير قدراتهم المهنية. هو مش بس بحث جاد، هو بحث مهم. أيوه. جدا جدا جدا. لأنه ده بيوضح صورة البطل الرياضي عندما يصبح قدوة للأطفال والمراهقين. أي. هل هو صورة إيجابية أم صورة سلبية؟ إذن انتقاء أو صناعة أو تقديم البطل الرياضي الملهم اللي هم القدوة الحقيقية شديد الخطورة والأهمية في بناء الشخصية الطفل والمراهق بشكل مؤثر وعام. وانا اتمنى من محمد انه يكمل في الخط ده، ايوه، وما يبقاش مجرد دراسه نظريه بياخد عليها لقب، انه يحولها الى استراتيجيه سهله التطبيق. كيفيه التعامل مع النماذج المشرفه وتصديرها ازاي في وسائل التواصل الاجتماعي لتكون هي الشموع المضيئه والقدوات اللي تربي اجيال وراها. تمام. كان قبلها عندك انت تعليق على المداخلة المغربية والجزائرية؟ انا بس عايز افهم الناس، لان ربما يشعر البعض ان احنا تطرقنا في الحوار
من ان احنا ناخد اخبار الى اثاره قضايا. ايوه احنا تعمدنا هذا يا شباب علشان بعد كده نبني ونستفيد عن اسباب خروجنا احنا، لان احنا ما حدش هيكلمنا بالتحليل الواضح ده قوي لحد دلوقتي. احنا بنبقى يا مبسوطين يا متضايقين، لكن ما فيش حد بيقف في مجال التحليل الموضوعي بالشكل ده. احنا اثرنا مجموعه من القضايا عايزين نتبناها الفتره الجايه يا استاذ ابراهيم. هل فتح وتسهيل عمليه الاحتراف لكل من يريد الاحتراف ويقول لك عدم مغالاه الانديه في طلباتها، عشان لما يبقى لنا قاعده محترفين كبيره بره هيكون مردودها ايجابي على المنتخبات، هل دي واقع ام ان الواقع بيقول حاجات تانية؟ من السرد اللي سمعته ده الواقع بيقول حاجات تانية. تاني قضيه اللي اتكلمنا فيها ولازم نتكلم فيها، ان انت تروح تنظر الى المشوار بتاع البطولات على انه يجب ان يكون في اعلى مستويات الراحه والرفاهيه، هل ده يؤدي الى الترهل وعدم الاحساس بخطوره وجديه الموقف، ام ان تترك الامور طبيعيه وان تعاني مثل كل من لم يلقى هذا الطرف؟ اذا كان في معاناه، هو حقيقه الامر ما فيش معاناه، لان بيحضرني هنا توصيه العظيم ربنا يديله الصحه الكابتن عبد العزيز الشافعي اللي هو كان سكرتير اللجنه الاولمبيه وعضو اللجنه الاولمبيه الدوليه، وكنت بعتبره في العمل الاداري يعني معلمي. فكنا طالعين كينيا في معسكر خشن جدا وانا رئيس بعثه كره اليد، فقال لي يا عدلي خلي بالكم احنا رايحين كينيا، ما تتوقعوش ان هتنزلوا وتتكلموا في النومه وفي اللقمه وفي الكلام ده، وفي هتجدوا بعض الصعوبات الخشونه تحملوها عشان ما نحرجش الفريق الزائر. ودي بصيت لها كده وبقت قدامي، ما انا مش طالع رحله. ايوه هو انا في مهمه صعبه، وانا في مهمه صعبه وقلت هذا الكلام. ومره رحت بعد كده بطوله للناشئين في الدنمارك، دخلونا هانجر الفرقه كلها نايمه في هانجر ودون الاوضه اللي قدامه، رحت جايب مرتبه وحطيتها نايم على الباب عشان اللي عدي يعدي فوقيه، واللي يخش يخش يستاذني عشان يخش وابقى عندي كنترول. ووجدت ان دي الوضع ده ادانا احساس ان ده جايين نلعب رياضه. أيوة. وجايين ننافس على بطوله مش جايين نتفسح. وكنا على الاكل اقول لهم كده، مره رحنا برضو معسكر في المانيا، يا جماعه واحد عايز يرجع السمك مش عاجبه، والله انا ما باكلش غير في بقى من ليه؟ خدي غيري سمك. طلع شكرا مع السلامه، كلنا هناكل اللي هينزل هناكله لما نبقى طالعين رحله، هسالكم كل واحد نفسه في ايه. نتدلع في مارينا هنا لا بس. وكلت انا من اللي نزل، قلت لهم لما تلاقوني سبتكم ونزل لي اكل مخصوص ولا طلب الاكارت زي ما بيقولوا ابقوا اعملوا زي احنا يا جماعه جايين نلعب رياضه ونتمرن. فانا ارجو ان 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 النقطتين دول يجدوا اهتمام في المناقشه، لان احيانا نسرف. انا اخد طياره خاصه امتى؟ عايز ارجع في ميعاد معين بدري، عايز مش ضروري اروح رحله طويله قوي، مش عايز ادغدغ عظم الفرقه، عايز اروح فيها قدر من الراحه، مش بقول لك اعذب الفريق، لكن اعيش الحياه الطبيعيه اللي عايشاها كل الفرقه، ما احسش الناس انها بقت فوق. الرفاهيه ما تخلقش رجاله. انا رايي او ما توفرش دوافع. الرفاهيه ممكن تبقى غايه مش وسيله. انا بعمل بتعب في شبابي عشان ارتاح اوصل للمستوى في سني صحيح الكبير. صحيح. لكن لما تبقى الرفاهيه وسيله لغايه خشنه ما تنتظرش جديه، الوضع بيبقى معكوس. ما تنتظرش جديه. واحد من الفرق اللي واخده الامور بجديه الحقيقه في البطوله منتخب جنوب افريقيا، عامل حضور مميز جدا ومستفيد من تجربه انه القوام الاكبر من تكوين الفريق من سان داونز
مضاف اليهم بعض اللاعبين اللي هو ايه محلي اه مضاف اليهم عدد من المحترفين في الخارج ابرزهم نجمنا بيرسي تاو وهو موجود في البطوله حرص على الاطمئنان على زمايله لاعبي النادي الاهلي في المنتخب الوطني والتواصل معهم. نشوف سألت على زملائي في الفريق وكان من الجميل أن أرى كهربا ومنعم وحمدي وإمام، كان شيء لطيف أن أراهم وأقابلهم. جميل قوي بيرسي جميل. لا الارتباط بشكل عام بأنك أنت موجود في مكان حاسس بقيمته، حاسس بعلاقة زمايلك بيك إزاي، بتفكر فيهم وهم بيدعوا لك وبيفكروا فيك وبيتمنوا لك الخير. الروح دي جميلة جدا ومهمة جدا أستاذ. شفناها حتى في فيديو قبل كده بينه وبين أليو ديانج، قابلوا بعض في الاستاد واخدين بعض بالحضن يعني. وعلى فكرة مالي من الفرق يا جماعة المتقدمة جدا كروية على مستوى صحيح العالم صحيح. يعني ما حدش ياخدها كده، قد تكون هي الحصان الأسود في البطولة دي يعني. طب نشوف بيرسي تاو وهو بيحتفل مع زمايله بقى بهذا الفوز اللي كان الحقيقة مفاجئ للناس كتيرة، ان هم يقصوا المغرب بالفوز 2-0. ما أجمل الانتصارات يا أستاذ. فرحة غابت عننا، مش عايزين ناخدها بقى بشكل غابت عننا. كنا نتمنى نكون موجودين لأطول مدة. يعني أنا لما أوصل وأخسر مضربات الجزاء أبقى متحسر على الفرصة، لكن مش مكسوف من فرقتي. لكن أنا مكسوف إن الفريق يكاد يكون الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في البطولة. عشان كده كان لازم نناقش المنتخب وفاتورة باهظة لن يدفعها أحد. هي مش لن، هي لم يدفعها ولن يدفع. يا راجل لا هيدفعها بإذن الله. طيب سندخل عصر جديد. أوكي، اللي ممكن يدفع الفاتورة المسؤول الأول عما حدث وهو المدير الفني روي فيتوريا. وديكوا شفتوا الجزائر إجماع على إن المسؤولية مسؤولية جمال بالماضي وتم إقصائه. وقال لك خالد معزوزي قال لك طلاقة بائنة بين بالماضي والمنتخب. في المغرب الأمر مختلف لأن وليد الركراكي عمل تجربة كبيرة في كأس العالم. من كم شهر. وعقده مستمر لـ 2026، فهيعتبروا ما حدث في الكوت ديفوار جملة اعتراضية لا يجب التوقف عندها من قبل الجامعة الملكية المغربية. لكن الحقيقة عندنا لما يكون الراجل المدير الفني روي فيتوريا في إجماع على مسؤوليته المسؤولية الكاملة، ونجد أنه عشان يتم إقصائه تتم مكافئته، عشان كده بقول دي فاتورة باهظة جدا محدش هيدفعها. ده ربما هيقبضها روي فيتوريا لأنه عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم اللي عمله الكابتن حازم إمام أنه بعد كأس الأمم الأفريقية ب 15 يوم من حقك تمشيه بس تديله راتب 3 شهور، يعني تديله 600,000 دولار او 600,000 يورو بدون ما يشير العقد الى انه طب حق الاتحاد المصري فين؟ ما انا همشيه لانه فشل من المؤكد، يعني اكيد ما كنتش همشيه لو كان خد البطوله. ازاي وانا بمشيه بعد كاس الامم ب 15 يوم فقط المنحه اللي انا واخدها كاتحاد مصري انك ليك الحق في التصرف خلال 15 يوم، لو عدت ال 15 يوم وجيت تمشيه ادفع له الراتب لغايه نهايه 2026. دي طبعا مشكله كبيره قوي. فعشان كده اذا كنا متفقين ومستقرين في على 600,000 دولار فيتوريا في 600,000 دولار هيدفعوا. انت بتقول لن يدفعها احد؟ لا ما هو الكره المصريه هتدفع الفاتوره دي احنا. وده بيقودني يا استاذ ابراهيم احيانا شده حرصنا على اتمام التعاقد مع عنصر من العناصر بيدفعنا الى التنازل عن اشياء منطقيه. يعني هو ما حدش تخيل انه قد يلجا في كاس الامم الافريقيه الى تفعيل البند ده. فاللي حطه قال لك
هقعد فاصل اقول له خليها شهر خليها. طب ما هو كده كده لازم هيوصل لابعد مدى يعني. لا لو محدش تخيل لو حطيت ان هو لو بلاش يكسب البطوله لو ما لعبش نهائي البطوله باعتبار ان انت البطوله اللي فاتت لعبت فاينل يعني. يعني فين معيار الفشل انت بقى اللي يديك انت ده تعمله لو انت مش متلهف قوي وخايف لما ما يوافقش. انت شغال تحت ضغط وقتها عايزين الراجل ده شكل. وخلي بالك النادي الاهلي كان ما وفقش عليه لان واضح ان كان في طلبات الاهلي مش مقتنع بيها. لكن روي فيتوريا جه وفهمنا ان عنده مشروع وانه هيطور وهيجدد وهيبص لقدام وهيصلح، او كانه مش مدير فني للمنتخب ده مدير فني للاتحاد. فالناس قالت زي بعضه ليه لا، ممكن عندنا مدير فني للاتحاد هيبقى له راي في المسابقات هيبقى له راي في سياسات الكره المصريه ومن ثم بدا يطلق يده في حاجات كتير جدا. لكن ما حدث قبل البطوله من تواضع في الاداء للماتشات الوديه. وتذكر هنا يا استاذ ابراهيم ان احنا واحنا بنكسب انا قلت لك فريقنا سهل الوصول الى المرمى. فاكر؟ ايوه قلت لك سهل جدا. ايوه الفرق قدامنا يبان انها اكثر سرعه اقوى التحاما كلها. يبقى حاجه من اتنين، يا انا اخترت العناصر اللي مش عارفه تجاري الفرق دي بدنيا لان كل العناصر اللي اخترناها من الناحيه الفنيه مميزه. لكن هل مش جاهزه؟ هل هتقول لي ما هي الجاهزيه دي مسؤوليه الانديه والنظام الكروي او البطولات اللي انت بتلعب؟ عايزين نناقش مره الموضوع من غير عصبيه وان مساله لازم حد يتجازى حد يحاسب حد يتحاسب لو ما خرجش علينا بالروشته المناسبه. المره دي انا عايز حد يطلع يقول لنا ايوه اخطانا في دي. عشان كده انا بقول لك هل الاعتذار ده يبنى عليه؟ اتمنى. طيب خليني اقول لك الاتحاد قال ايه؟ الاتحاد البيان بتاعه اتحاد الكره المصري انه بيتقدم بالاعتذار الى الجماهير المصريه بعد خروج المنتخب الوطني من بطوله الامم الافريقيه في كوت ديفوار، وقال في البيان انه الاتحاد بيتقدم بالاعتذار الى الجماهير المصريه العظيمه على ما قدمه المنتخب الوطني من نتائج خلال مشاركته في بطوله كاس الامم الافريقيه 2023 المقامه بدوله كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصريه واهداف مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبيه جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصه لاعداد المنتخب قبل واثناء البطوله. هذه جمله مهمه. يعني جبنا لك لبن العصفور. انت كل اللي طلبته عملناه لك. وهنا الرفاهه. انقل. طيب البيان الاتحاد كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير لاشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ممثلا عن الدوله والقياده السياسيه المصريه لدعم مسيره المنتخبات الوطنيه من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطه للنهوض بالمنتخبات الوطنيه منذ قدوم المجلس الحالي. عايزين نشوف ملامح الخطه دي وتتعرض علينا ونناقش يمكن في خطه واحنا ما شفناهاش يا استاذ ابراهيم ما حدش قال لنا عليها. لان احنا متصورين ان ما زلنا في العشوائيه والتمسك بكل يعني احنا لما نيجي نبقى عارفين ان الدوري هيبقى مزدحم وهيبقى موسم وفي ضغوط وبعدين كل مره مش قادرين نعمل موسم استثنائي نريح بيه الكره المصريه عشان نعمل منتخب قوي يفي بالالتزامات. هقول لك رد الاتحاد ان الانديه بترفض مالهاش دعوه يفرض عليها مش من حقه. لا من حقه لا اللائحة ما تدريش لا ما تدريش تغيير شكل المسابقة حق الجمعية العمومية يا سيدي يقدر يقنع الجمعية العمومية. ما تفهمنيش ان الجمعية العمومية اللي الأندية ما عرفتش مرة تاخد طلب واحد في الجمعية العمومية دي نتيجة سيطرة الاتحاد والمسؤولين عنه لما بيحبوا ياخدوا خرام ياخدوه. بس هنا انما الدوري الممتاز ثلاث سنين يا استاذ ده الاتحاد ويرفضوا ما دي بيعملوها على طريقه خلت عندكم لا سلام عليكم. كل مره سالوا السؤال ويقبلوا الاجابه بدون مناقشه حتى لو كانت الانديه الكبيره هي اللي بترفض التغيير هي اللي بترفض اناقشهم
هو بالرفض بيبقى غالبا لاسباب اقتصاديه تسويقيه، لكن لو في انا عندي تعاقدات على ان انا هلعب عدد معين من الماتشات يا سيدي اجيب الرعاه ونقعد كلنا السنه دي يا جماعه المصلحه العامه احنا في خندق واحد تعالوا نعوضكم بطريقه مختلفه. يعني ممكن نزود ماتشات وديه للي ما بيلعبوش في منتخبات ممكن، لكن في اطار الماتشات الرسميه والبطولات الافريقيه والازدحام ده صدقني مش هتعرف تتصلح. طيب قال كمان الاتحاد في بيانه ان المجلس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم بيؤكد على انه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصريه، فان المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الاحد 4 فبراير 2024 لدراسه التقارير الفنيه والطبيه والاداريه وتقرير رئيس البعثه والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبه، ولن يدخر الاتحاد اي جهد او فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب يعني لمصلحه المنتخبات الوطنيه في الفتره القادمه. رئيس البعثه خالد الدرندلي، المشرف حازم، ايوه يبقى الاثنين مش واحد يعني. ايوه مش رئيس البعثه المشرف، لا لا رئيس البعثه الاستاذ خالد الدرندلي، والتقرير الاداريه طبعا والفنيه بتاعه المدرب، والطبيه باعتبار انه مشكله محمد صلاح كناحيه طبيه ومشكله امام عاشور والشناوي كانوا من المشاكل الطبيه اللي حاضر. المشاكل دي تبقى عرضه للقيله والقال، لان الحقيقه لو طلعت كانت هتغنينا جميعا عن الكلام ده. طيب روي فيتوريا مسؤول وكل التحليلات بتحمله المسؤوليه، شرطه الجزائي راتب 3 شهور يعني 600,000 يورو، ما فيش حل يمشي اذا ما كانش هو عنده من هيقول ايه؟ مش هيبقى عنده ليه؟ يعني انت عنده ليه؟ يعني راجل يقدر ياخد 600,000 دولار هتسيبهم ليه؟ هتقول له خليهم 300؟ هيقول لك حاضر عشان اسيب ذكرى طيبه خلفي. يعني لو عمل كده يشكر جدا. هيبقى يعني انت كمان راعيت مشاعرنا. يعني محدش اثر معاك. ممكن اسالك سؤال تاني؟ نمشي فيتوريا نجيب اجنبي ولا وطني؟ انا رايي وطني. وطني المنتخبات محتاجه الوطني يا استاذ ابراهيم. طب قول لي 3 اسماء. ايه قول لي 3 اسماء تنصح. مش دوري اتحاد الكره. لا مش دوري. انا انصحك بيني وبينك على الهوا. انا وانصح ليه؟ مش دوري، لان انا يمكن لو انصح ادور اللي برشحه يقول لك شوفوا عايزينه ليه ده. انما تؤيد الوطني. ما هو لما تشوف الجزائر والمغرب قالوا كده. قالوا الوطني ليه؟ لان انت بتلعب كاس العالم كل 4 سنين وامم افريقيا كل 2. طب ما هو الاجنبي ده تقعد انت، وعلى فكره في الاخر بيتاثر بالاراء اللي بتتقال من اللي حواليه. طب ما نجيب الوطني ده واجيبه وبلاش الحساب على الماتشات الوديه وعلى الاهداف القريبه. اديله على الاقل يعني سنه بس. كمان هو كمان الوطني ده لما يجي يبقى عنده من الصدق والشجاعه انه يشتغل صح. يعني انا مثلا تجربه ايهاب جلال. انت مش جاي اصل لا المدرب المنتخب ده مش جاي يصنع لاعب. ايوه ما جاي كاتش يدير الفريق. اصل انا عايز اعودهم على الخروج من تحت. لا اعمل ده مع مصر المقاصه بقى. لا عندك فرقه على مدى بعيد. او اختار بقى لعيبتك اللي بتعمل كده. انما جيب المنتخب ابرانه على كده في ماتشات وديه هياخدوك وتروحوا. هو ده افتقاد للي مطلوب من مدرب المنتخب. يعني مدرب المنتخب انا في تقديري انه الكابتن حسن شحاته يا جماعه قدم النموذج الحقيقي للي المهندس عادل بيقوله، انه الفرق بين مدرب المنتخب ومدرب النادي، مدرب النادي عنده وقت طويل قوي وعنده ماتشات كتيره، يفرض اسلوبه يغير طريقه الاداء ويعدل مراكز اللعيبه ويطور اداء اللعيبه ويحط بصمته التكتيكيه، كل ده متاح لمدرب النادي. خلي بالك الفارق، لانه عنده شغل كل يوم. الفارق بين الخطه والاسلوب هو اللي انا بتكلم فيه ده. تمام
مدرب طريقه اللعب خد اللي انت عايزه. مدرب المنتخب اولا ما عندوش رفاهيه الوقت، هو بيجمع الفريق في الفتره بتاعه الاجنده الدوليه عشان يلعب ماتشات، فما عندوش ابدا لا دور ولا مسؤوليه ولا فرصه انه يعمل بصمه تكتيكيه او يغير طريقه اداء فريق. لكن المطلوب منه ايه؟ شخصيه كويسه قادره على اداره الفريق، عين جيده قادره على الانتقاء، ثم قدرات تكتيكيه في الكاتشنه او في القياده الفنيه قادره تدير المباريات وتدير البطولات بشكل كويس. ليه بقول لكم كابتن حسن شحاته قدم النموذج ده؟ خد لعيبه النادي الاهلي واضاف عليهم والكابتن الجوهري بعض اللعيبه المتميزه من بره الاهلي، يعني احمد حسن له دور كبير جدا، الصقر، عبد الظاهر السقا في الفتره الاولانيه والثانيه، عمرو زكي، محمد زيدان، حسني عبد ربه، احمد حسام ميدو في بعض الفترات وهكذا. بس كان القوام الاكبر النادي الاهلي، ثم اضاف الى انه أجواء كويسة أنا شفتها بنفسي في غانا 2008، الراجل عامل أجواء لطيفة جدا بينه وبين اللعيبة، فاللعيبة بتحبه وبتحترمه. رقم اتنين، احترم قدرات كل لاعب في مركزه، لا بدل ولا عدل، لا غير طريقة الأداء. يعني أنت جاي من النادي الأهلي بتلعب 3-5-2، خلاص هنلعب ب 3-5-2، فضلت أنت محافظ على النسق الفني والرسم التكتيكي بتاع اللي اللعيبه واخده عليه، لا صدمهم بتغيير طريقه اداء ولا غير مراكزهم، فقط ادارهم بشكل كويس. هنا يا جماعه فكره المدرب الوطني للمنتخب بتيجي دورها، عنده الحماسه الوطنيه، ممكن عنده الحس الشعبي والوطني. عشان نوضح حته لعيبه النادي الاهلي، اه هو مش حماسه او تحيز، انما انا عايز ادي لك نموذج دلوقتي. انت اخترت لعيبه لخط الظهر بتاعك، ما انت اللعيبه اللي لعبت جنب بعضها ها لعيبه النادي الاهلي، لكن لو في لعيب بره يتفوق عليهم بشكل واضح ضمه طبعا، لكن لو في لعيبه متقاربه المستوى استفيد من التجانس، ما تغامرش بقى بانك تفقد الانسجام عشان تجرب حاجة. يعني هو ده اللي قصدي عليه، لكن مش الأهلي بشكل مطلق يعني، أو الزمالك بشكل مطلق، التجانس. أو يعني افرض في لحظة ما لقيت اتنين من الزمالك كويسين قوي، زي ما احنا أكبر عدد، طب صوت أكبر عدد، هل دول أحسن ناس في مراكزهم؟ ساعة الجد أنت لعبت كام لعيب منهم؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله. ففقدت احيانا عناصر ربما كانت ستفيدك. المساله مش مساله انك يعني التحيز، يعني احنا مش عايزين تاخد في المطلق كده فرقه الاهلي خد الافضل للاجهز، انما لو في لعيبه متكافئه في المستوى خد اللي منسجمين مع بعض. بس هي تجربه حسن شحاته انا بقصد فيها العداله، لانه حتى هو كابتن ورمز نادي الزمالك ما ابخلش حق لعيبه. قولها بالطريقه دي يا استاذ ابراهيم عشان الناس تفهم، هم دول اللي جاهزين وهم دول الافضل ليا، خلاص جمهور الزمالك اللي هو جمهوري انا كحسن شحاته هيهاجمني وهيزعل، بس انا عادل بما يكفي ان انا هختار الافضل. وانت عندك النادي اللي عماله تكسب في افريقيا عندها الخبره الافريقيه بالظبط، فانت عندك سبب، وخد المع الناس اللي تزيد عليهم كافراد في مراكزهم، انما اللي تتكافئ معاهم مفيش داعي للتغيير. طيب المساله مساله الوطني، هو دي بتجسدها تجربه الكابتن حسن شحاته. الرؤيه دي، واللي عايز يجي ينجح هتقولي كابتن حسن شحاته بعد كده اخفق وغادر، هي طبيعي ان انت مش هتقدر تقعد السنين كلها في نفس المنوال، لان اولا الافكار بتستنزف والافراد بيكبروا، والافراد بتكبر اللي نجحت بيها طبعا، فانت عشان تبتدي تخلق ايوه مع دوافع لفرقه جديده عايزه وقت، عايزه حد جديد بدوافع جديده ايوه بالظبط، فما فيش زي برادلي كسر الدنيا العلامه الكامله وجي في ماتش واحد فقد كل شيء. غانا مش معنى كده انه مدرب وحش يبقى ان ده ما كانش يمشي، واخد بالك؟
كوبر لانه قعد مده طويله قدر يفرض اسلوب، مش اسلوب اللعب، خطته طريقه اللعب. اسلوب اللعب ده زي اللي عايزه كان الكابتن ايهاب، زي جراديولا، يبقى له شخصيه البساطه ده كتير. تقدر تطبقه وتفرضه مع فريق نادي، مع فريق نادي، او تكون صاحب هذا الاسلوب للفريق اللي احنا بنتكلم عليه بقى. لو هيبقى معظم لاعب المنتخب منه يبقى ممكن اجيبك، ايوه، عشان بلاعبتك اللي تاخد الاقدر على تطبيق اسلوبك. لكن اذا ما كانش كده يبقى انت هتضيع وقتك ومش هتعمل حاجه وهتغامر. طب واخد بالك، حسام البدري كنت ارجو، وهو كان شخصيه قويه يقدر يفرض اللي هو عايزه. ربما خضع بعض الشيء لحاجات لانه هو ما استفادش من فترات التوقف كما ينبغي لصالحه ولصالح المنتخب. انما كان ممكن ياخد فرص اكتر من كده. الناس عايزه الكابتن حسام ابراهيم. طب ليكم ملاحظات عليهم، قولوا لهم غيروا ده الطريق، غيروا الاسلوب ده عشان نقدر في المستقبل نجيبكم. انما الرفض دون التواصل، عندهم ايجابيات عندهم ايجابيات، يبقى انا اقول لهم انتوا فيكم ميزه كذا كذا، يعيبكم ايه؟ خايفين من الانفعال او فقد لا شوفوا طريقه بقى تثبتوا لنا ان في سيطره. عشان نستفيد من مدربين. اهو حسام موجودة. عنده تجربه مع فريق دلوقتي، هنيجي نقول مين اميز الناس دلوقتي. وصلنا ان ناس بترشح كابتن ايمن رمادي اللي بقاله سنه راجع مع اسوان ومع سيراميكا، مشيتها تجربته في مصر هنا. خد بالك حاجه، انت لازم تدور على الشخصيه، الشخصيه القياديه. ما هو الله اعلم قادره على، انا ما اقدرش احكم عليه، لكن انت هو او غيره هتيجي تاخد برضو، حط معايير انك انت ادارت مين، لان الفرقتين دول ما فهمش لعيب او اتنين في المنتخب. يعني انت عايز كابتن مثلا، هتقول لي اسماء، ما انت مش بتسالني الكابتن علي ماهر. لا، عنده تجربه، عنده تجربه وموجود. طب هل انت ما مسكتوش مثلا المنتخب الاولمبي؟ فانت ربما يكون الحل الامثل دلوقتي انك تضم المنتخب الاولمبي مع الفريق الاول بعد الاولمبياد. بعد الاولمبياد، ما انا بتكلم على بعد الاولمبياد، وتشتغل بالمساعدين مصريين يكونوا موجودين مع المدرب الاجنبي، ما تجيليش بطاقمه. انت مش مدرب نادي، انت مدرب منتخب، انت يجب ان يكون معاك عناصر قويه تستطيع انها تكون همزه وصل، ما عندهاش مشاكل وما عندهاش سمعه انتماء اعمى. لا، الانتماء موجود، لكن المصلحه بتاعت مصر تجب كل شيء. دي نصيحتي. يعني حاليا انت ليه بقول بقى الراجل بتاع المنتخب الاولمبي؟ ما هو رخل بقى له سنتين. يعني ما فيش علامه واضحه للمنتخب الاولمبي. ما لا، يعني اداؤه حتى الان مقنع اكتر من الفريق الاول. مش لان ما عندوش النجوم، خلي بالك، ما عندوش النجوم اللي كانت في ال، يعني انت لما تشوف المنتخب بتاعنا اللي كسب اللي فات ده، اللي هو اللي كان كابتنه كابتن رمضان صبحي، ده كان مليء بالنجوم. هم معظمهم بقوا نجوم الدوري المصري. ما فقر المواهب دي قضيه تانية برضه. لا، ما فيش فقر المواهب، والله يا استاذ ابراهيم ما في فقر المواهب، في طرق لعب لا تزهر الموهبه. طيب الحياه، مسؤوليه الاخفاق في الكان للمنتخب استرعى اهتمام كبار الكتاب، فتقريبا عدد كبير ادلى بدلوه في هذا الاخفاق واسبابه. كتب الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام مقالته في الاخبار بعنوان اوهام فيتوريا، وقال ان البطوله حقق روي فيتوريا قبلها 13 انتصار، فظن نفسه رجل للمهام الصعبه واغتر وصار دكتاتورا لا يقبل المراجعة ولا التفكير في المستوى الحقيقي للمنتخب. وقال كرم جبر: أظن رجال اتحاد الكرة، رجال اتحاد الكرة أنهم جاءوا بمعجزة ستحقق الانتصارات في أدغال إفريقيا
فتركوه ولم يناقشوا برامج الإعداد وابتلعوا طعم الانتصارات الوهمية، وبيشيلوا المسؤولية الكاملة ويقول لك إن المفاجأة في البطولة كانت في فرق كانت مجهولة فأطفت على البطولة قوة، وبيقول إن اللاعبون الأفارقة لا يعترضون على الحكام، أما لاعبون فلم يتركوا خطأ ضدهم إلا واستخدموا الأيدي والألفاظ في الاعتراض. وبيقول يجب أن يرحل على فيتوريا لأن الجماهير كلها فقدت الثقة فيه، وسيكون موضعا للتهكم والهجوم المستمر هو واتحاد الكرة، ويفتح بابا للأزمات لن يستطيع أحد غلقه. وبيقول كرم جبر في ختامة مقالته: لم يقدم فيتوريا لاعبا واحدا من اكتشافه، بل اعتمد على التدوير القديم دون أن يطور أدائهم أو يعالج أخطائهم، ونصف الفريق على الأقل أجسام ضعيفة وهزيلة ولا تصلح إلا للعب الكرة الشراب وليس مصارعة أبطال أفريقيا. بيقول بقى يعني في الآخر أنه نريد فريقا جديدا من اللاعبين العطاشة للكرة والانتصارات والأمجاد، وأول صفاتهم الأجسام القوية. لمس نقطة انضباطية، قال لك ما شفناش الأفارقة بيحتاجوا بالعنف اللي لعبتنا عمالها على الهيفا والمليانة، والمدرب قاعد بره فقد السيطرة على هذا الأسلوب يعني. طيب اختلف شوية معاه الكاتب الصحفي الكبير محمد بركات رئيس تحرير الأخبار السابق في مقالاته بدون تردد، غير الكابتن بركات طبعا، قال انه رغم ردود الفعل الساخطة التي تتملكنا جميعا جراء الأداء المؤسف للمنتخب القومي خلال منافسات كأس الأمم، إلا أنه ليس من الصواب في شيء السماح لهذه المشاعر أن تسيطر علينا بحيث تقودنا إلى الاستغراق في جلد الذات. وبيقول إن أنا في تقديري أنه من الخطأ تصور أن ما جرى في الكوت ديفوار هو التعبير الصحيح والدائم على وضع مصر ووزنها وثقلها على الخريطة الرياضية لكرة القدم الأفريقية وأيضا الدولية، أو أنها تمثل نهاية المطاف لقدراتنا على المنافسة والصعود. بيقول محمد بركات: في يقيني أيضا أنه من الخطأ كذلك تصور أن ما جرى طوال المباريات التي خضناها هو خاتمة المشوار المصري على خريطة التواجد المتميز. ده سبب أستاذ إبراهيم للغضب. ده لهذه الأسباب إحنا في زعل، لأن مش مفروض إن ده يبقى الأداء الذي يعبر عن حقيقة المستوى الكروي. بيقول: أحسب أن من الواجب والضروري أن نبدأ وفورا في البحث الجاد والدراسة الموضوعية العلمية الواعية للأسباب التي أدت بنا إلى ما نحن عليه اليوم وطوال المباريات الأربع التي خضناها، وفي ذلك علينا أن نضع في اعتبارنا أن كرة القدم العالمية قد تحولت من مجرد رياضة للتسلية إلى صناعة كاملة تقوم على أسس فنية وإدارية وعلمية حديثة ومتطورة، وعلينا أن نضع هدفا واضحا نعمل للوصول إليه وتحقيقه من خلال هذه الدراسة، وهو بناء منظومة صحيحة وقوية لكرة القدم بعيدا عن هذه العشوائية والمجاملات وغياب الكفاءة. وبيقول محمد بركات في ختام مقالاته المهمة: أقترح أن نأخذ من الواقع المشرف للمنتخب القومي لكرة اليد عبرة ومثلا نحتذي بهما في السير على الطريق الصحيح. ده كلام مهم جدا. أيوه، بس هو كلام ما بيحطناش في تفاصيل العلاج. بقول لك ادرس شوف ايه اللي حصل. كره علم، كلنا متفقين. عايزين ناخذ بالاسباب، عايزين نبعد عن عشوائيه المجاملات. ايوه، ازاي عايز تدرس اللي حصل بشكل علمي؟ ندرس، كلمه ندرس دي هي اللي مدخلانا في نفق. خلاص المفروض ان احنا عرفنا ان احنا انتهينا من الدراسه. طب الامر اصبح واضح. سؤال: احنا هل هذا المنتخب نتاج منظومة كرة جيدة؟ لا. إزاي يكون عندنا منظومة كرة كويسة؟ تاني، المسابقة بتاعتك لازم تتبني بطريقة صح. ما هو أستاذ إبراهيم خلاص مفيش دراسة أكتر من كده. كل الأسباب اللي قلناها دي نتيجة مش دراسة بقى، نتيجة واقع فارض نفسه إن بنكرر نفس الكلام بنفس الأسلوب. ده الكلام ده بالظبط كده بعد كل فشل قلنا في كاس العالم. ألهانا هذا الامر على ان احنا، انا مش مختلف مع موضوعيه الكاتب، احنا كلنا عايزين اللي كاتبه،
بس لازم نفهم ان ترديد هذا الامر بالطريقه دي هيخلينا ما نعملش حاجه. عايزين نشاور بقى على الاخطاء. هنشاور بعد الفاصل. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا راي الاستاذ كرم جبر والاستاذ محمد بركات، والحقيقه كل الكتاب اللي كتبوا عن قضيه المنتخب ساروا حول نفس الامور. يعني عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ كتب كلام في الكوره متى نفيق من الاوهام، وده ما اختلفش كتير عن اللي قاله حمدي رزق. هو متصور ان احنا الوهم بتاعنا ان احنا شايفين نفسنا اهم وقوه كرويه، وده مش حقيقي. حمدي رزق اوهام كثيره يعني. صحيح. حمدي رزق في المصري اليوم تحدث عن ذبح المنتخب الكروي وعما يحدث مع المنتخب. رفض الاستاذ حسن مستكاوي الناقد الرياضي الكبير في مقالاته في الشروق كل الشماعات، وقال ان دي تبريرات مضحكه وخط الظهر، وكاتبها بالزين متعمد الحديث الى المستوى اللي حاصل من الكتابه. في الجمهوريه تساءل طارق الادور هل من علاج للسيناريو المتكرر لفشل منتخبنا؟ وعرض طارق الادور كتير من الرؤى المختلفه. رضوان الزياتي في الجمهوريه قال لك مطلوب محاكمه فشله الجبلايه. والحقيقه يعني كله بيوزع هذه الاتهامات على كل هذه الاطراف. طب اذا كانت ديت الرؤيه النقديه لحاله المنتخب لما حدث في الكيان، من المؤكد ان رؤيه خبراء التحليل مهمه جدا، خاصه لما تيجي من قامات اداريه وكرويه كبيره ليها باع طويل في التحليل وفي قياده المنتخب في تجارب سابقه، كان منهم الدكتور طه اسماعيل شيخ المحللين. نشوف اسباب فشل المنتخب في رؤيته ايه. اولا نمره واحد، احنا تجنبنا من البدايه ان احنا ننتقل المنتخب، ده في اختيار القائمه اللي هو اختارها، لا حتى مجيئه هو يعني، وازاي جه وازاي تركب عليه جهاز معاون، وبعد كده ما تكلمناش في كل المباريات اللي بيلعبها. لعبنا مباريات طبعا في تصفيات، في الاول كانت مباريات سهله جدا ما فيش فيها صعوبه، يمكن يعني الماتش الوحيد كان الجزائر مباراه وديه، وده اللي كان يعني مباراه قويه شويه. انما من اول ما دخلنا في قائمه المنتخب الوطني لبطولة أفريقيا كان عليها يعني في تساؤلات كثيرة، وبرضو قلنا ده اختيار المدرب والمدرب هو المسؤول ويختار زي ما هو عايز على حسب رؤيته. دي نمرة واحد. طلع في الاختيارات ديت ناس مصابة رايحة، يعني انت عارف راح أحمد الشناوي وهو مش سليم، وفتوح راح وهو مش جاهز، وحتى يعني في برضو قناعاته بتتغير من يوم للتاني. يعني فتوح انت واخده وهو ما كانش شغال على طول، فتوح طبعا كان ما بيلعبش في النادي وقع بعيد شويه عن الفورمه، وبعد كده في اوقات لعبته في اوقات قعدته في اوقات رجعته تاني، والمره الاخيره بان في الهاف تايم لما جه نزل وبعدين راح قاعد في الارض ما قدرش يكمل من نفسه، يعني مش اوضه اللبس حتى. وبعدين التغييرات اللي بيعملها بعدها تساؤلات، يعني مروان احسن في نص الملعب خيرته ورحت منزل لاي حد، حاجات عليها تساؤلات كثيره جدا تبين ان هو على طول لسه بيجرب ولسه بيشيل ده ورجع ده ودخل ده ودخل ده، يعني يبان ان هو يعني ما رسيش كل الفتره دي. وبعدين انا بلعب اربع مباريات ما كسبش مباراه فيهم. التطوير هم عاملين مشروع، يعني قال لك ده هيعمل مشروع، انا مش شايف المشروع. المشروع ده ان انا المفروض ان انا اقول والله انا سنه 2026 يبقى عندي فرقه تنافس على كاس العالم، تتاهل لكاس العالم، انما انا مش شايف اي تجديد في الفتره اللي فاتت دي كلها. لكن هو معتمد على نفس المجموعه اللي لعبنا بيها من سنتين واللي لعبنا بيها من اربع سنين. يعني هو كابتن طه اتكلم في اهم نقطه كنا لمسنا عليها، ان هو جاء ليقنعنا ان المدرب له مشروع، وانه كانه يعمل مديرا فنيا للاتحاد هيغير الدنيا
هو كابتن طه جاب من الاخر، انا مش شايف المشروع ده. اذا الدكتور طه رايه الراجل ما عندوش وطبعا حاجه اتكلم على بالاستمرار. عدم اقتناعه بالتشكيل والاختيارات من الاساس، لانه قال واضح من سير الامور المدرب نفسه ما كانش مقتنع بهذه الاختيارات. ليه حاجات كتيره لوغاريتمات بتوضح يعني. ان هو مش مقتنع بالاختيار. طيب راي الكابتن فاروق جعفر. مصر في هذه الحاله اللي احنا بنتكلم فيها ديت، من المفترض ان يتقدم فيتوريا بي استقالته والجهاز الاداري والناس بالكامل ولا لا؟ ما فيش نقاش يعني، لازم يقدموا. هيعملوا ايه يعني؟ مش هيقدموا استقالته، هيعملوا ايه؟ هيقعدوا يعملوا ايه؟ يعني هيقعد يعمل ايه ان كان في يعني عايز اقول مسابقه مستوى الكوره فيها قليل جدا. مستوى يعني النهارده السنغال خسر اللي هو البطل. فالمستوى الفني صحيح. صاحب الارض كسبه، خلي بالك ان برضك في فرق بين الضيوف وصاحب الملعب. ماشي، صاحب الملعب كسبه النهارده وضربات ترجيح، بركلات ترجيح من ضربات ترجيح. لكن هتلاقي بكره او بعد يومين هتلاقي فريق السنغال المدير الفني ده مشي، والمدرب العام مشي، ومدير ممكن المشرف على الكره مشي. لما لازم يبقى فيه رد فعل يعني. انت بتفشل او ما بتحققش نجاحات او طموحات البلد في مسابقات في بطولات، طب انت بقى يعني المستنيك يعني. خد بالك ان الوضع ممكن يكون مختلف. واحد زي اليو سيسي ده هم اشتغلوا عليه من سنه 2013. الراجل وداهم مرتين كاس عالم 2018 و2022، جاب لهم بطوله الامم الافريقيه. فالصبر عليه وارد جدا جدا، لان هو مش في نفس الحاله. بس ده اخفاق، خلي بالك ده اخفاق يختلف. مش نفس الكارثه اللي عندنا. لا ده اخفاق يختلف. انت اخفاق وصلت زينا ضربات ترجيح، لكن هو من بدايه البطوله كسب. يعني هو عنده العلامات اللي تأهله، اللي تأهله ان هو هيوصل نهائي. انت ما كسبتش، فانت ما عندكش حاجه تستخبى وراها. انت في النهايه انت ما حققتش 2% من اللي انت عايزهم للبلد. ما هو الواحد اللي يحب البلد ده لازم يقول الحقيقه. هل لعيبتنا قصرت في حاجه؟ اللعيبه ما ممكن ما التعليمات، التوجيهات، التوظيف اللعيبه كان ليه دور سلبي. ماذا يحدث اذا فوجئنا انه احنا نمنا النمنا ومحدش اتحرك وفيتوريا قعد ومفيش حد صحح اخطائه؟ يعني انا شايف يعني انا المصري اللي بيغلط على طول بيبقى في رد فعل معاه. يا بالك واحد مش حاسس بينا ومش مصري وغلط ونسيبه يعني. انا في اعتقادي لا، ده اول قرار لازم ياخده اتحاد الكوره. قبل ما اتحاد الكوره يمشي لازم اتحاد الكوره ياخد قرار ان المدرب يمشي. طبعا هو كابتن فاروق زي معظم الناس هتقول لك يمشي، وزي ما احنا بنقول، لانه لو عنده مشروع كنا نقول يقعد يكمل مشروعه. هو ما اقنعناش انه عنده مشروع، والاتحاد ما شرحش ايه هو مشروعه وايه الاهداف اللي محطوطه له عشان نحاسبه عليه. يعني ايه يبقى عنده مشروع؟ ما كل ما اتكلم يقول لك تطوير الكره المصريه وجايبين يطور الكره. طب هو ده هيعمل ده من خلال المنتخب؟ يا سيدي ما انا قلت لك وكانه وافق او الاتحاد اتفق معه ان يكون مديرا فنيا للاتحاد مش للمنتخب. مش للمنتخب يعني. لان الحال دلوقتي انت ما عندكش مدير فني للاتحاد. اذا كان هكذا الامر ولو مشروع يقول لنا رؤيته ايه للدوري المصري، المسابقات تتنظم ازاي. برضه هل ده مطلوب منه كمدرب للمنتخب؟ هنتخيل يا سيدي ان راتبه الكبير ده انه في وقت فراغه الكبير يقعد يقول لنا نعمل ايه في الكره المصريه. ده كده بيشيلوا الحته اللي بين الحمام والمطبخ ويوسعوها مثلا. فادينا له المبلغ ده. الراجل هيقول لنا الروشتات، ما هو مشروعه ايه مع المنتخب؟ تجديد واحلال. طب بمين؟ انت عارف تجديد واحلال وهو عنده القايمه اللي مسافر بيها البطوله 19 لاعب 30 وفوق. ايوه، ما انا اقول لك بمين؟ وريتنا مين جديد؟ مش مين جديد، ده انت جبت ناس جديده فوق السن. ناس قديمه قديمه. يعني قديمة بس وجوه جديدة على المنتخب. ولما جيت ساعة الجد ما رحتش ناحيتها. للأسف. عشان كده خلط المسألة المسألة يا كابتن يا أستاذ إبراهيم، أنا يعني كل جدنا متفقين مع الناس أنه ضروري يمشي. لأن لو أنت جيت قلت إيه ما تحاسبونيش على البطولة دي لأن أنا هغير جلد المنتخب، أفهم. ما عملتش كده. انت ما عملتش كده. عشان كده لما بقارن لك
بالمنتخب الاولمبي انت بتشوف وجوه جديده، مش عاجبك انت من حقك تعترض معايا، مش انا بقول لك لا، احنا شفنا امارات من مدرب المنتخب الاولمبي ان هو الراجل بيدي لك بيحقق اهداف معاه، ما هو مش وصل لك للدار الاولمبيه ولا ما وصلش ايه؟ وصل للدار الاولمبيه، يبقى ده راجل عنده خطوه نجاح بيبني عليها. طب هاني رمزي وصل قبل كده للدور الاولمبي، ومين قال لك ان هاني رمزي فشل؟ اه لا يعني مشوه بعديه عشان في الدوره الاولمبيه بقى ما عملش اللي كانوا هم منتظرينه، اللي هو مش عارف اللي هو ايه ده، عمل نتائج. والكابتن حسام البدري مش هو اللي كان بيلعب اليابان والبرازيل؟ حسام البدري ولا كان هاني؟ حسام ده عمل نتائج هاني مرة. هاني هاني ده هاني عمل نتائج هايله ده كان ند للفرق دي. وخسر من اليابان اللي كسبها قبل البطوله ودي. طيب ادي احنا جينا في حته، كابتن هاني لما جه يلعب لعب مع اليابان اللي هيلعبها، يعني ادي المستوى. الست فرق ولا السبع فرق ولا الثمان فرق اللي لعبها فيتوريا قبل البطوله ما فيهاش فرقه واحده وصلت لل، كلها مستوى اقل من من المستويات القليله اللي قابلها في في بطوله كاس الامم. دي كانت فرصتنا الذهبيه يا استاذ ابراهيم، لو كسبت طريقك كان مفتوح، كنت هتلعب غينيا وهتلاقي نفسك بتلعب النهائي. طيب الناس بتتذكر الكابتن حسن شحاته، طب هل الكابتن حسن شحاته رايه في فيتوريا ايه؟ يقعد ولا يمشي؟ نشوف. من وجهه نظر حضرتك وخبراتك واسمك وانجازاتك، ما هي اسباب هزيمه منتخب مصر وخروجه بهذا الشكل المهين في كاس الامم الافريقيه؟ وما هو الاصلح للكره المصريه في الفتره القادمه؟ وهل حضرتك مع استمرار فيتوريا ام رحيل فيتوريا؟ اول حاجه هبدا بالكلام اللي انت قلته في الاخر ده، لا ما يستمرش فيتوريا، ما يستمرش مع المنتخب، لأنه هو ما عملش أي حاجة. يعني إحنا ما عملش أي حاجة حتى للمدافعين. لما تيجي تشوف أنت من الناحية التدريبية بقى، ما عملش أي حاجة للمدافعين، إزاي ممكن ما يخشش فينا جون؟ إزاي إحنا نحمي المرمى بتاعنا بغض النظر عن حارس المرمى اللي موجود؟ فانديت لازم ما يستناش. لأنك أنا بقول لك ده ما يستناش، مش عشان أنا مدرب ولا عاوز آخد مكانه، لا ما يستناش. إحنا في مصر زي ما بيقولوا احنا من اكبر الدول اللي بتلعب كوره واحسن الدول اللي بتلعب كوره، لكن احنا ما شفناش ولا لعب كوره ولا شفنا اي حاجه غير ان انت راجل جبت جونين ودخل فيك جونين. جبت جونين ودخل فيك جونين، جبت اتنين تانيين ودخل فيك اتنين، يعني سته جايب ست جوان ودخل فيك سبعه. يعني دي عمليه غريبه الشكل تماما يعني. فانا ما عنديش استعداد ان انا ممكن اقبل بوجود فيتوريا ان هو يستمر. طب من هو البديل الاقدر والانسب؟ لا. البديل الاقدر والانسب لازم يكون وطني، انا دايما مع المدرب الوطني. انا دايما مع المدرب الوطني، مش عشان انا عاوز اجي، لا، المدرب الوطني لازم تجيب مدرب بيحس ببلده، بيحس بلاعبته، بيحس بيتعامل مع اللعيبه باحترام وبشكل كويس. لعيب الكره ده حاجه كبيره جدا محدش حاسس بيه. المدرب الوطني هو الافضل لانه هو اللي حاسس بالفريق. وعلى فكره فكره الحس الوطني دي مهمه جدا، ولما يكون الراي على اللي حصل للمنتخب المصري من رؤيه تونسيه يبقى كمان الكلام له موضوعيته. الاعلام التونسي سامي الطرابلسي، اللي حصل لمنتخب مصر حصل ليه؟ نشوف. دايما المنتخب المصري دايما فما نوعية متاع كرة قدم اللي هو يحبذها واللي هو متفوق فيها معناتها، وكان دايما معناتها مميز فيها، هو اللعب الهجومي واللعب الاستحواذ واللعب معناتها متاع. للأسف معناتها أنا بالنسبة لي ثم خطأ كبير على مستوى الكاستينج واختيار اللاعبين. غير معقول يتضرب لك اليوم إمام عاشور ما تلقاش ولا لاعب على المستوى الهجومي. نجيو للمباراة نتاع اليوم، معناتها انت عندك بعض الأسلحة اللي انت تحارب فيها. سوء التصرف اللاعبين ولا التايمينج نتاع خروج اللاعبين انا حسب رأيي معناتها كان سيء وكان خطأ. المباراة كانت نجم تخرج ممكن معناتها حتى قبل
الأشواط النهائية معناتها بالنتيجة للمنتخب المصري. أول حاجة أنا بالنسبة لي عندك عمر كمال لاعب ظهير سريع لعب في المركز هذية ولاعب معناتها يمتاز بالسرعة، والمنتخب الكونغولي نقطة القوة متاعه إيليا لاعب سريع في الرواق هذيك. الدخول ظهير محمد حمدي معناتها حسب رأيي كان غلط كبير. كذلك أنت طلعت ثلاثة لاعبين اللي في وسط الميدان اللي هما مروان عطية حمدي فتحي والنني اللي هما كانين يمتلكوا الخبرة على الأقل، عاملين توازن ويمتلكوا الخبرة. صحيح. أنت فضيت حتى وسط الميدان متاعك. يعني قراءته للمباراة اليوم كابتن سامي يتحملها بنسبة كبيرة أن تصرف قراءة سيئة تماما، كأنه معناتها مدرب ما يعرفش لاعبين متاعه وما يعرفش الإمكانيات متاع اللاعبين متاعه. تمام، ده كلام فني أنا متفق معاه بنسبة 120% في كل مقال. كيف لم تجهز بديل إمام عاشور لو احتجت الشق الهجوم من خط الوسط؟ كيف تفرغ وسط الميدان زي ما بيقول لك من قدراته الدفاعية وأنت عايز تحافظ على فارق الهدف؟ يعني الحقيقة فكرة إنه كمان يلعب بعمر كمال عبد الواحد ناحية الشمال كان ينبغي أن يفكر فيها، لأن أحد مميزاته الكبرى أنه لعيب أجاد بالفعل وبدأ، هو كان بادئ حياته يلعب ناحية الشمال، ومعظم الأهداف اللي حققها عندما يتقدم هجوميا من ناحية الشمال. دي رؤية أخيرة والاجتماع يوم الأحد، لكن واضح أنه الاستقرار على باي باي فيتوريا. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. صباح الخير. كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بس شوت عدي فوت لا ملعب.